يا صباح الخير على حضراتكم، يومكم جميل بكل التأكيد. صباح الفل والجمال على كل مشاهدينا على إكسترا نيوز، وصباح خاص جدا لكل متابعي هذا الصباح. زي ما احنا متعودين مع بعض على مدار الساعتين الجايين كتير من الأخبار والمتابعات والموضوعات اللي دايما بنحاول ان احنا نختارها اللي بتناسب طبعا الساعة واللي بتناسب حياتنا وكل الأمور اللي احنا بنمر بيها، يعني طبعا كل يوم وعلى مدار الفترات. وبكل تأكيد هنتابع تداعيات فيروس كورونا وهنتكلم ايه اللي حصل وايه الجديد، وهيكون لينا جولة ومتابعة في محافظات مصر هتستمر معانا على فكرة بعد كده في الأسابيع القادمة. لكن احنا هنبدأها النهاردة بمحافظة الشرقية، لأن كاميرا إكسترا نيوز هتكون النهاردة موجودة في محافظة الشرقية، ومعانا السيد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، واللي هنتكلم معاه عن حاجات كتير جدا بتحصل داخل المحافظة. زي بقول لكم ان دي بداية جولتنا الأولى، بس بعد كده ان شاء الله بإذن الله هنكون معاكم في عدد كبير جدا من محافظات مصر ان شاء الله. زي ما احنا عارفين وكنا بنتابع انه من يوم الاحد بدات امتحانات الثانويه العامه، ولما بدات امتحانات الثانويه العامه وفيروس كورونا واحنا محتاجين مناعه ومحتاجين تغذيه ومحتاجين كمان ان احنا نهتم اكتر بصحه ولادنا او طلبه الثانويه العامه. النهارده الدكتوره منى عبد المطلب هتقول لنا شويه نصايح هنتكلم فيها ايه اللي بيحصل، المفروض ندي ولادنا ايه، المفروض يبعدوا عن ايه فتره الامتحانات عشان يعني تركيزهم يكون اعلى ويكون افضل، وكمان يعني ناخد بالنا من حته التركيز دي كويس. في بدايه يومنا اكيد مش هننسى ان احنا نقول لحضراتكم كل الناس تاني مرارا وتكرارا، ورجاء ما تزهقوش مننا، ان الوقايه تغني عن العلاج. والوقايه ان احنا نحافظ واحنا نازلين دايما ان احنا نلبس الماسك، ان احنا نحافظ على التباعد الاجتماعي، ان احنا نهتم بغسيل ايدينا باستمرار، هو ده اللي هيخلينا نعدي المرحله الجايه بسلام. الوقايه دايما بتغني عن العلاج، الوقايه دايما بتخليك ما تتعرضش للعدوى، لانه انت لما بتتصرف تصرفات ممكن تكون معلش مش مترتبه شويه، ده ممكن لا قدر الله يعرضنا للعدوى. امبارح كنا بنتكلم على انه الناس اللي لسه مصره على التجمعات والفطار مع بعض، وناس كتير قاعده تقول يعني انتم مستكترين انه ناس وعمال بسيطه ويقعدوا ويفطروا مع بعض. بالعكس خالص، العامل البسيط ربنا يديله الصحه ويقويه، راس ماله راس ماله، وزي ما قلنا كتير برضو هنا في البرنامج صحته. وبالتالي احنا دورنا التوعيه، ما ينفعش ان احنا نقول لا ده اصل، او بعض الناس تقعد تتاجر وتقول لك ده مواطن غلبان وبيتصرف بتلقائيه وربنا ساترها معاه وسيبوها على الله. طبعا ما احنا كلنا سايبينها على الله، بس بناخد بالاسباب. وطبق الفول اللي احنا ممكن نتجمع ونجيب كام رغيف عيش وناكله مع بعض، ممكن كل واحد فينا برضو ياخد الرغيف بتاعه لوحده، بس على الاقل ما نبقاش متجمعين مع بعض. ده قصدنا، ده اللي احنا دايما حريصين ان احنا نقول للناس عليه. طول ما في تجمع اكتر، طول ما في قرب زياده عن اللزوم من غير ما يبقى في كمامه او امور ملهاش داعي، طول ما ده ممكن لا قدر الله يعرضنا للعدوى. عشان كده هتكلم مع حضراتكم تاني في الموضوع ده، ونفضل نتكلم تاني وتالت وكل يوم لحد ان شاء الله باذن الله ربنا ما يزيح الغمه دي. هبدا مع حضراتكم اخبارنا النهارده من مؤسسه الرئاسه ومن اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين. اكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع كان فيه متابعه لموقف المخزون الاستراتيجي من السلع التموينيه الاساسيه، جهود الحكومه لتوفيرها للمواطنين، وكمان استعراض جهود تحديث خدمات وزاره التموين والتوسع في نظم الميكن، وده طبعا ضمن خطه التحول الرقمي الشامل للدوله. توجيهات سيادة الرئيس كانت بالتوسع في ميكنة منظومة التموين، وده للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، غير كمان أهميتها لحوكمة عملية التخزين في الصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية لتقليل نسبة الفاقد. كمان كان في توجيه من الرئيس ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير السلع الأساسية وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع دي، وده لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وتكون متاحة في كل المنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. ايضا استعرض السيد الرئيس استراتيجيه تطوير الشركات التابعه للشركات القابضه للصناعات الغذائيه، وخصوصا شركه اها وادفينا، طبعا دول من اشهر الشركات واحنا عارفين قد ايه اهميتهم.
الرئيس كان بيتحدث عن استعداد إنتاجهم المتميز أو استعادة مرة أخرى إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة كمان قدراته التنافسية وتعظيم فرص التصدير. وجه الرئيس كمان باختيار مواقع مجمعات ومصانع الإنتاج الغذائي بالشكل اللي يوفر النجاح لضمان استدامة وتميز المنتج، وده طبعا اللي بيتحقق باختيار الأماكن من حيث قربها للمواني، الطرق، المحاور، مزارع الإنتاج، عشان كمان يتم توفير المواد الخام وتسهيل عملية نقل المنتجات، وده مع البنية التحتية الحديثة اللي مصر بقت بتتمتع بيها الحمد لله على مستوى الجمهورية. تعال نشوف تفاصيل أكتر في تقرير قادم، بعدها هنرجع نكمل مع حضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلا عن استعراض جهود تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة. وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، فضلاً عن حوكمة عملية التخزين بالصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية لتقليل نسبة الفاقد في إطار السياق العام للحوكمة الذي تنتهجه الدولة حالياً. كما وجه السيد الرئيس ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض استراتيجية التطوير الشامل لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها شركتا قها وإدفينا، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدراتها التنافسية وتعظيم الفرص التصديرية. وقد وجه السيد الرئيس باختيار مواقع مجمعات ومصانع الإنتاج الغذائي بحيث تتوفر لها كافة سبل النجاح لضمان استدامة تميز الإنتاج من حيث القرب من الموانئ والمحاور الاستراتيجية، وكذلك مزارع الإنتاج لتوفير المواد الخام وتسهيل عملية نقل المنتجات، مع الأخذ في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية. وبنرجع مع حضراتكم لوزارة الصحة والسكان ومتابعة البيانات اللي بتصدر بشكل يومي، اللي بنعرف من خلالها عدد الإصابات الجديدة، واللي بنعرف أيضا لا قدر الله عدد الوفيات ومعدلات الشفاء في مصر. احنا طبقا للتقرير الصادر مؤخرا بقى عندنا 1576 حالة إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة، بندعي لهم كلهم بالرحمة. لكن تاني هنرجع ونقول الكلام اللي احنا دايما بنبتدي بيه يومنا واللي احنا بنفضل بيه على مدار اليوم نتكلم فيه مع حضراتكم. مهم الالتزام، الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام. الاجراءات الوقائيه، الاعداد لسه عند المستويات بتاعتها العاليه. المرحله دي مرحله مهمه جدا جدا وحاسمه بالنسبه لنا، لان احنا بنواجه فيروس مستجد حتى الآن، رغم أن احنا عندنا أخبار كتير حلوة، وطبعاً عندنا شركات مصرية بتستعد لإنتاج أنواع من الأدوية، وعندنا كمان عايز أقول لكم أنه مصر يعني ماشية مع العالم لحظة بلحظة، ما فيش حاجة في مصر مش موجودة، عشان نكون احنا كمواطنين قلقانين. ولكن على مستوى العالم كله ده فيروس مستجد، حتى الآن ما عندناش علاج محدد وما عندناش لقاح محدد، وكل يوم هنقول لحضراتكم نفس الكلام لحد ما يكون عندنا جديد، يعني محدش يقدر يحكم على شكل الموضوع لحد ما يكون في الفاكسين او اللقاح او العلاج اللي هو خلاص الناس كلها عارفه انها بتاخده فبتخف. احنا كلنا محتاجين ان احنا نعدي الازمه دي او نعدي المرحله دي من غير اصابات او وفيات اكتر لا قدر الله. يعني احنا عندنا عدد الوفيات الاجمالي في مصر من بدايه الازمه وصل 2278 حاله وفاه. لو حضراتكم متصورين طبعا انه الرقم ده بسيط مقارنه بالدول اللي بتسجل عدد وفيات اكبر في يوم واحد، فاحب اقول لهم كل شخص بالنسبه لنا
مهم، كل روح مهمة. وفي دول بدأت بالمعدل ده وربنا يحفظنا وما يوصلناش للمرحلة دي أبدا، وابتدى المعدل في الارتفاع بشكل رهيب، لأن الناس قالت إيه ده، طب معدل الإصابات بالنسبة لعدد السكان لا ده حاجة بسيطة. فإحنا المفروض إن إحنا ما نستهونش لا بعدد الإصابات ولا بعدد لا قدر الله الوفيات. في النهاية إنه التفشي بيخلي دول كتير جدا تتعزل، وبيخلي دول كتير جدا في نفس الوقت تخسر شغلها والاقتصاد بيتضرر طبعا، وناس مصالحها بتتضرر وناس بتخسر شغلها وناس أكل عيشها يعني أو مصدر دخلها ممكن تخسره خالص أو ممكن لا قدر الله يقل أو ينزل النص. طول ما في ده، طول ما احنا في الوضع الحالي لازم نخلي بالنا من نفسنا. الالتزام هو اللي هيخلينا نمشي بخطوات أسرع، الالتزام هو اللي هيخلينا نكون واخدين بالنا. هو أهم حاجة إن أنت تكون واخد بالك علشان ما تدخلش بعد كده في دوامة كبيرة جدا لا حصر لها، عشان ما تدخلش في أمور أنت مش عارف تعمل فيها إيه. الإهمال بيوصل لحاجات مش كويسة، والتعامل بالبركة برضو بيوصل لأمور برضو في غاية الخطورة. يعني هقولكم على واقع حضراتكم تبعتوها، وأنا مش قصدي فيها أن أنا أكلم على حد، بس بما أن إحنا بنتكلم على الوقاية، اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء الله يرحمها يا رب ويسكنها فسيح جناته ويصبر كل الناس اللي كانت بتحبها في كل مكان، وأنا شخصية من الناس اللي كنت بحب ضحكتها قوي وبحب أتفرج عليها. الحقيقة أنا كنت يعني طبعا عرفت خبر وفاتها، وانه اولادها قالوا انه في نوع من انواع التقصير الطبي وبيحصل تحقيق، واذا كان في تقصير طبي او اهمال طبي فالمخطئ هيتحاسب. مش هي دي قصتنا، ولا احنا بندافع عن حد. اذا في شخص اخطا فهيتحاسب. لكن القصه بدات ازاي؟ القصه بدات ان ماما سناء ولادها اخدوها خرجوها يفسحوها، فتروح تاخد سندوتشات شاورما او تشرب عصير بره البيت او اي مكان، ست كبيره في السن. فننزل واحنا عارفين انه وانا الكلام ده بقوله بشكل عام مش بقوله بشكل خاص، لكن انا بضرب مثال. فست كبيره في السن ننزل بدون داعي لان احنا نازلين نتفسح وناخد اكل من بره، واحنا ممكن يكون مش مضمون او مش معروف مين اللي قدمه لنا، وده مقابل ان انا عندي مثلا حاجات بعملها على اليوتيوب او بصور فيديوهات. المفروض كل واحد فينا يا جماعه يخاف على امه. اخاف على امي، امي وابويا كبار السن على وجه التحديد، عشان ما نشوفش ارقام الوفيات دي اللي هي بتحصل في كبار السن. اكتر ناس المفروض ما ينزلوش من البيت الا للضروره. الضروره دي لا قدر الله مثلا هو عنده دكتور محتاج يروح له بس مش قادر اعمل اي اجراء صحي معاه في البيت. الضروره دي ان يكون في شيء بجد بيستدعي نزوله، حتى طلبات البيت مش المفروض ان هم ينزلوا يجيبوها. اهالينا كبار السن على وجه التحديد، المفروض احنا في جائحه عالميه، في وباء منتشر، وبالتالي ما ينفعش معاه الاستهتار، ما ينفعش معاه ان احنا نتعامل بالبركه. اه ممكن اكون مامتي زهقانه شويه من قعده البيت فاخدها مشيها حوالي البيت، لكن مش هاخدها افسحها وانزل على الكورنيش واتصور واروح اكل من بره واعمل الكلام ده كله. طب ما ده إهمال، طب ما أنا كده خليتها عرضة للإصابة، نهينا عن اللي حصل بعد كده. طيب عموما إحنا بنتكلم على إنه الدولة المصرية خدت إجراءات كتيرة جدا من بدري، والإجراءات الكتيرة دي خلت الحمد لله الوضع ما يبقاش أسوأ. عشان كده يا ريت إحنا ما نهملش بقى في الوقاية، ما ننزلش نخرج على الفاضي وعلى المليان، يا ريت نحافظ على الكمامة طول الوقت. يا ريت لو انا رحت مكان هاكل فيه او هقعد مع اصحابي او طالبين اكل هناكله في الشغل اي مكان بقى نوعه مش هتفرق، مش هي دي القصه. على قد ايدينا وعلى قد امكانياتنا نبعد عن بعض، مش لازم نقعد ناكل واحنا لازقين في بعض. مهم ده، التباعد الاجتماعي هو اللي هينزل العدد. ان انا لما شخص يحس باي اعراض في البيت يعزل نفسه على طول فورا، زي ما كل يوم بنقول لحضراتكم. ان شاء الله باذن الله نتمنى انه الغمه دي تنزاح على خير، وانه العدد الاجمالي اللي احنا بنبص عليه او اللي تم تسجيله في مصر لحد دلوقتي انه يقل. ان شاء
شاء الله باذن الله عايزين بلدنا تستعيد قوتها مره تانية ونشاطها وكل واحد يرجع لشغله، لان احنا عندنا فعلا قطاعات كتير جدا متاثره وعايزين نرجع اسرع من كده. هنروح للسياحه. مع بدايه العد التنازلي لعوده سياحه الوافده لمصر وفتح المطارات المصريه من اول شهر يوليو القادم باذن الله، الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه والسكان كان في اجتماع بالفيديو كونفرنس مع الدكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني. الاجتماع كان بحضور سياده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، وده كان لمناقشه خطه واجراءات عوده السياحه لمصر قبل عرضها على رئيس الوزراء في اجتماع لجنه ازمه او الازمات اللي بتواجه مواجهه فيروس كورونا النهارده. طبعا وضحت وزيره الصحه انه اعاده فتح الطيران الخارجي وعوده السياحه الاجنبيه لمصر مؤشر قوي بيعكس قوة الدولة المصرية عالميا، وأكدت أن الوقت الحالي بيتم اتخاذ فيه كل الإجراءات الوقائية وتقديم كل الخدمات الصحية بشكل آمن يليق بتاريخ مصر ومكانتها السياحية، واللي طبعا هيكون ليه مردود اقتصادي قوي بيساهم في الاستثمار في قطاعات مختلفة في مصر ومنها القطاع الصحي. وأكدت كمان الوزيرة أنه في استعدادات قوية جدا من الوزارة لتوفير خدمات صحية للسائحين بعد ما تم تجهيز عدد من المستشفيات على أعلى مستوى وجاري إتاحة الخدمات الفندقية في المحافظات السياحية الثلاثة اللي هترجع فيها السياحة، بداية طبعا موجود في جميع هذه المحافظات في جميع المطارات حجر صحي في المطارات، كل الجهات بتقدم الخدمات الصحية، كمان هيكون في الاهتمام بالشكل الفندقي وأسلوب الضيافة وخدمة العملاء، ده غير طبعا الاهتمام بزي العاملين طبعا بالشكل المناسب وتقديم خدمه صحيه جيده على اعلى مستوى. طبعا لو حضراتكم تابعتوا معانا كنا بنشوف قبل كده الاستعدادات اللي قامت بيها وزاره السياحه والاثار، وكنا بنتابع كمان التقييم للمطارات المصريه، والحقيقه انه معظم القائمين او المسؤولين او الجهات المسؤوله الحقيقه قالت انه المطارات جميع المطارات المصريه هي مطارات امنه تماما، واحنا كمان بنشوف انه البدايه في فتح هذه المحافظات، المحافظات الساحليه الاستعداد اللي فيها عدد من الانشطه البحريه اللي كمان ما فيهاش معدلات اصابه بفيروس كورونا، لكن كمان عايزين نقول انه في استعداد للتعامل لو لا قدر الله ظهرت اي حالات جديده. في عدد كمان في كل الفنادق من غرف العزل، واحنا اتكلمنا قبل كده برضو وضحنا الجزئيه دي بالتفصيل مع حضراتكم، وخطوط سير امنه ومنفصله عن باقي النزلاء، يعني اي حد لو موجود في فندق في اماكن مختلفه خالص للعزل عشان لو في اي حد في العزل يبقى في تسهيل لحركه وخروج الناس ما يبقوش متأيدين. في اجراءات وقائيه واحترازيه تحت اشراف قطاع الطب الوقائي بوزاره الصحه، وفي وجود حالات حرجه طبعا هيتم لا قدر الله طبعا نقلها للمستشفيات. في كمان غرفه للازمات او غرفه ازمات في ديوان عام وزاره الصحه لاداره المنظومه الصحيه في المحافظات السياحيه بشكل دائم، واللي طبعا هتكون بحضور ممثلين من السياحة والطيران على المستوى الفني والإداري لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية والسياحية، منظومة موحدة بتشتغل، بنشوف تكامل لكل الجهات المسؤولة عشان إن شاء الله بإذن الله مصر تستعيد نشاطها السياحي مرة أخرى بمنتهى القوة، ونقدر إن شاء الله بإذن الله نستقبل أو خلينا نقول بدايات موسم سياحي جيد مع إجراءات كاملة وتنسيق تام ما بين الجهات والوزارات المسؤولة. وعايزين نقول لحضراتكم انه في بجد وبنطمنكم اشراف طبي دقيق جدا، الحمد لله احنا حتى مع جائحة كورونا كل السياح الاجانب اللي كانوا متواجدين في مصر الحمد لله تلقوا علاجهم بسلام وراحوا بلدهم وهم بيشكرونا على الرعاية الصحية اللي هم اخدوها. عايزه اقول لكم كمان الحالات بعد كده اللي هيبقى فيه الناس اللي عندها اي متابعه في كروت صحيه، تسجيل بيانات شخصيه، تاريخ مرضي لو اي حد لا قدر الله عنده اي نوع من يعني من انواع الامراض المزمنه. كمان عايزه اقول لحضراتكم انه عشان تكونوا مطمنين انه هذه المحافظات اللي تم الوضع في الاعتبار انها تبدا فيها حركه السياحه
الجميع الفنادق والأماكن السياحية اللي فيها حصلت على شهادات صحية وتم تعقيمها بالكامل، وجميع العاملين فيها مدربين على أعلى مستوى. إن شاء الله زي ما بنقول موسم سياحي ناجح إن شاء الله بإذن الله لمصر، وتكون بداية موفقة في إن احنا نستعيد مرة أخرى السياحة الوافدة لمصر إن شاء الله بإذن الله، وتكون دي بداية جيدة إن شاء الله. طيب خلينا نرجع مع حضراتكم ونشوف فيديو الأساليب بقى، فيديو بيوضح الأساليب الغير أخلاقية اللي احنا شفناها كتير. الأساليب الغير أخلاقية اللي بيعتمد عليها النظام التركي، نظام أردوغان، في سرقة مستقبل الشعوب، في تفتيت الدول، وأظن ده مش جديد. يعني استخدام الحكومة التركية للإرهابيين والمرتزقة في أنهم يحققوا المصالح، في أنهم يعملوا احتلال للدول ويسرقوا ثرواتها، دايماً بيكون تمن ده دم الأبرياء من الشعوب العربية. فيديو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي بيشوف قد ايه اعتماد تركيا الكامل على المرتزقه في اداره المعارك غير الشريفه، لانهم طبعا لا يتعاملوا بشرف. وزي ما كنت بقول لحضراتكم انه ده مش جديد، احنا شفنا اللي حصل في سوريا، وشفنا التدخل التركي في سوريا، وشفنا ما قالت اليه سوريا من الدعم اللي حصل من النظام التركي للدواعش والمرتزقه والارهابيين. أردوغان بيخلي المرتزقة يستبيحوا المدن العربية. مصر حذرت من ده مراراً وتكراراً. الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر قبل حتى ما يوجه رسالته الأخيرة من المنطقة الغربية العسكرية وسط أبطال القوات المسلحة المصرية. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. الدول اللي بتدعم الإرهاب في المنطقة يجب أن ترفع أيديها عن ذلك، ويجب أن يكون موقفنا كلنا موقف واضح وحاسم، ويبقى لنا وجه واحد في التحدث أمام العالم في هذه المسائل. Turkey has been supporting Tripoli-based forces and more broadly armed groups that are anti-Haftar for the past few years. محمد عيد زيدان مصر. محمد عيد، منين جاي انت محمد؟ من سوريا. من سوريا؟ ايه. عن طريق من جيت؟ عن طريق تركيا. تركيا؟ وين وفين جيت؟ جينا بطيارة. طلعنا من أنقرة إلى اسطنبول، من اسطنبول نزلنا بمطار معيتيقا. Is already militarily involved in Libya. We know that for a fact. They deploy drones there, they have what they call military advisors there, they've been deploying armored vehicles and other weapons in defiance of a UN embargo. We'll be right back.
seen these Arab movements fail one after another, movements that Turkey was supporting, and increasingly this idea that countries that are inherently against Turkey are winning the power struggle, the geopolitical power struggle. And for Turkey, that means being in Libya today means stopping this axis. إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر. بكل تأكيد خط أحمر زي ما سيادة الرئيس وضح، لكن زي ما حضراتكم تابعتوا من خلال مجموعة التقارير والمثبتة بالحقائق والمصورة وبالفيديو وبكل شيء، أنه هذا النظام الفاشي، نظام أردوغان الدموي الفاسد اللي كل هدفه هو سرقة ثروات الشعوب العربية وتدميرها، وطبعا عشان يقوم بده محتاج ان هو يكون معاه قتلة وإرهابيين ومرتزقة. وبعد ما انهوا مهمتهم في سوريا، واحنا شفنا ما تاني ما قالت إليه سوريا والوضع اصبح في سوريا عامل ازاي، اتنقلوا من سوريا الى ليبيا. وده ليه؟ لأنه في خطة تانية وهي تهديد أمن المنطقة وتهديد أمن مصر، لكن هيهات بالنسبة لمصر الموضوع منتهي. لكن خلينا نرجع ونقول لحضراتكم أنه اللي بيتابع وبيربط الأمور ببعضها وهو الدعم لهذه الجماعات الإرهابية المرتزقة من البداية، وأن يتم يعني خلق بقى أجيال جديدة في سوريا، ولما تدخل تركيا تسيطر على سوريا تقدر تنقلهم بسهولة لليبيا ويتم العبث داخل المنطقة العربية والقارة الأفريقية كلها. عشان كده بنشوف قذارة هذا النظام التركي اللي احنا بنشوف كل أفعاله، غزو، احتلال، دموية، سرقة، نهب، قتل، خلق مجموعة من الجماعات استباحت كتير واغتصبت كتير من النساء وقتلت الأطفال على مرأة ومسمع من العالم كله. تعال نشوف تقرير تاني بيوضح مدى دموية وقدارة هذا النظام، وبعدها نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك.
ودايما اقول ان الجيش المصري جيش قوي صحيح، ومن اقوى جيوش المنطقه صحيح، ولكن هو جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد، جيش بيأمن مش بيعتدي. برجع لكم من تاني ونكمل كلامنا، وهنتكلم دلوقتي عن الحج. طبعا احنا عارفين ناس كتير جدا 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 السنة دي كانت مرتبة أمورها من كل مكان في العالم، إنه ربنا إن شاء الله بإذن الله يكتب لهم ويروحوا يأدوا فريضة الحج. امبارح أعلنت المملكة العربية السعودية إنه إقامة شعائر فريضة الحج هذا العام هتكون بأعداد محدودة جدا، وهتكون للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات بس للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية. وقالت الوزارة في بيانها إن الإجراء ده سببه استمرار تفشي فيروس كورونا في العالم، واللي بتعاني منه أكتر من 180 دولة، خصوصاً بعد ما قرب عدد الوفيات يعني أو الوفيات جراء هذا الفيروس من 500,000 حالة وفاة على مستوى العالم. طبعاً وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أكدت خطورة انتشار هذا الفيروس مع صعوبة طبعاً تحقيق التباعد، وده القرار اللي أكد عليه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه بيدعمه في ظل تفشي وباء كورونا وانتشاره عالمياً. وطلب وزير الأوقاف من كافة المسلمين اللي كانوا ناويين يأدوا فريضة الحج هذا العام إن هم يتصدقوا بنفقات الحج لعلاج المرضى ومساعدة المحتاجين، وأكد إن قرار المملكة العربية السعودية بيتوافق مع مقصد الشرع في الحفاظ على النفس من ناحية وعدم تعطيل الفريضة من ناحية تانية. وأكدت دار الإفتاء المصرية إنه هذا القرار بيتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة ضيوف الرحمن، وقالت إنه قرار سلطات المملكة العربية السعودية بإقامة الحج بأعداد محدودة بيستند للقاعدة الفقهية اللي بتأكد إنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طبعاً خلينا ناخد تعقيب وناخد توضيح أكتر من الدكتور صالح عبد الحميد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير اسمع على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بيك. خليني في البداية، يمكن الناس متأثرة شوية بهذا القرار يا فندم، بيقولوا أنه بما أنه فتحها لكل الجنسيات كان ممكن يتم فتح مثلا أعداد أخرى تيجي من بعض الدول، ولكن احنا شفنا تصريحات من دار الإفتاء المصرية، شفنا أيضا تصريحات من وزير الأوقاف المصري بأنه هذا أو ما يتم في موسم الحج أو فريضة الحج هذا العام هو بيتفاوض وافق تماما مع الشريعة الإسلامية في درء المفاسد وإعلاء المصلحة العامة. تمام. بالنسبة لحضرتك يا أستاذ مازن، حضرتك ما تفضلت دلوقتي، طبعا احنا مقدرين جدا يعني قمة أو كمية يعني الزعل النفسي اللي موجودة في قلوب كثير من الناس، يعني لأن بالطبيعي إن يعني معظم قلوب المحبين تشوق وتهفو إلى هذه الأماكن المقدسة، حيث يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ماء زمزم، حيث الوقوف بجبل عرفات، كل هذه المناسك يعني لمن زارها قبل ذلك فالطبيعي أن قلبه يتمنى ويشتاق أن يذهب مرة أخرى. نحن يعني نقدر هذا الأمر جيدا، ولكن يعني سبحان الله احنا بنسأل الله السلام وبنسأل الله أن يرفع هذا الوباء وهذا البلاء عن هذه الأمة حتى تهفو القلوب مرة أخرى إلى هذه الأماكن المقدسة. بالنسبة للموضوع الأمن من المملكة العربية السعودية أو القرار، إنه سيكتفى فقط بالجنسيات المختلفة المقيمة داخل المملكة العربية السعودية، طبعا ده قرار صائب جدا وقرار موفق جدا جدا، وكل المؤسسات الرسمية الدينية أشادت بهذا القرار حفاظا على أرواح الناس، لأن طبعا بتفهمي جيدا أن هناك ملايين من الناس بيتوجهون إلى هذه البقاع المقدسة من شتى البلدان الإسلامية، وهذه الملايين ستعود مرة أخرى إلى بلادهم، وفي ظل انتشار هذا الوباء سترتب عليه مضرة كبيرة جدا، خصوصا يعني نحن نعلم أن ما زال الوباء منتشر وما زالت الأعداد في ازدياد، يعني المرض لم ينحصر، وكون المملكة العربية السعودية لما جات وقالت احنا سنكتفي بالجنسيات المختلفة داخل المملكة
فاحنا قرار موفق زي ما تفضل فضيله الامام الاكبر واشاد بهذا القرار، وتفضل وزير الاوقاف وتفضلت دار الافتاء وتفضلت مؤسسه الازهر تشيد بهذا القرار، لانه قاموا باداء هذا النسك العظيم او هذه الشعيره العظيمه. اذا في اجماع من جميع المؤسسات الدينيه على هذا القرار انه قرار صائب. لم يختلف احد اطلاقا، يعني حتى لا اقول المؤسسات الدينيه في مصر، حتى المؤسسات الدينيه في شتى البلدان الاسلاميه لم نجد مؤسسه في اي دوله اسلاميه اعترضت على هذا القرار او حتى تحفظت عليه. كلهم اجمعوا ان هذا في صالحنا، ان زي ما حضرتك قلتي يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في هذه القاعده الفقهيه المعروفه. بنقول للناس يا جماعه يعني انظروا الى الواقع، وهذا القرار فعلا موفق وكل المؤسسات وافقت عليه ولا شيء فيه. طب انا هسال فضيلتك يعني على جزء اخر، يعني البعض يقول لك طب انا دلوقتي في دعوه من وزير الاوقاف ان احنا نتصدق باموال الحج، هل لو شخص كان مجمع يعني فلوس يطلع يحج بيها هذا العام وبعدين اخذ بهذه الفتوى او هذه النصيحه وتصدق بالفلوس، هل له الاجر اللي هو بيسعى إليه كأنه راح أدى الفريضة بالفعل، ولا هنا يعني تكون في حكم الشرع إنها صدقة يعني أو يعني مش عارفة تكون تحت أنهي بند أو مسمى على وجه التحديد؟ بصرف النظر واحترامنا لشخص وزير الأوقاف، وزير الأوقاف قبل أن يقول هذا الكلام، يعني هذا الكلام دائما كنا نردده، كنا بنقول يا جماعة في 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 الزمن اللي بيشتد فيه حاجة الناس، وفي زمن الأوبئة وفي زمن الوباء وفي زمن يعني الحالة الاقتصادية الملحة للدول الإسلامية، بنقول دايما يا جماعة ابحثوا عن الفقراء. من من الله عز وجل عليه قبل ذلك وذهب لأداء فريضة الحج، فكما قال جمع كبير جدا من العلماء أن حج التطوع أو أن العمرة في التطوع، يعني إنسان حج قبل ذلك، كونه يرجع مرة أخرى إلى هذه الأماكن المقدسة ليحج مرة ثانية أو ليعتمر مرة ثانية، العلماء كلهم حتى فقهاءنا العظام يعني زي الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم الكثير قالوا لا يا جماعة، في زمن الأوبئة وفي زمن البلاء وفي زمن شدة الحالة الاقتصادية، فإنك تذهب إلى الفقير وإلى المحتاج وإلى من هو في حاجة إلى المال، هذا أفضل عند الله عز وجل من أن تذهب فتنفق هذه الأموال على حج النافلة أو حج التطوع ما دمت أنك قد أديت الفرض قبل ذلك. وقلنا الحاجة دي موجودة، يعني حتى سيدنا الإمام ابن كثير لما كتب في كتابه البداية والنهاية وتحدث وذكر قصة سيدنا عبد الله بن المبارك، يعني هذا الرجل الذي كان يعزم على الحج في كل عام، ويعني أنا لا أريد أن أطيل عن حضرتك ولكن يعني سأقتصر هذه القصة. لا اتفضل فضلتك، لأنه ده أمر هام الناس بتسأل عن، يعني ما هو برضو فضلتك كل شخص عايز يطمن على أجره وثوابه، يعني ما كان بيسعى لنيل الأجل لنيل أجر وثواب يعني أكثر. لا احنا نطمئن السادة المشاهدين وبنقول لهم ارفقوا بأنفسكم، طالما أن الإنسان فيكم قد أدى حج الفريضة قبل ذلك، فما عليه العلماء وما عليه الفقهاء وما يعني وما دلت عليه الوقائع الصحيحة الثابتة، كما كنت أذكر الآن قصة سيدنا عبد الله بن مبارك التي ذكرها إمام المفسرين سيدنا كثير، لما قال إن سيدنا عبد الله بن مبارك كان دائما يعني متعودا على الحج في كل عام، وهو في طريقه وجد يعني بنت فقيرة أو جارية فقيرة يعني تأكل عزك الميت حاج لها هذا الشيء خط بيقطع. طيب انا عموما رساله واضحه جدا، شكرا لفضيله الشيخ الدكتور صالح عبد الحميد عضو لجنه الفتوى بالازهر الشريف، وطبعا احنا مقدرين مشاعر الناس بس برضو عايزين نرجع لمصر ونقول لاهالينا بقى كلهم اللي كانوا ان شاء الله باذن الله مانيين نفسهم بالحج. طبعا بعد قرار المملكه العربيه السعوديه بخصوص موسم الحج السنه دي، في ناس كتير كانت ناويه تشارك في قرعه الحج او القرعه اللي هي الجمعيات التابعه لوزاره التضامن الاجتماعي. الناس بتسال عن مصيرها، وده جاوب عليه الحقيقه الاستاذ ايمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الاهلي، اللي اكد انه كل اللي تقدم السنه دي لقرعه الحج من اعضاء الجمعيات الاهليه عشان ياخدوا تاشيره الحج هيكون ليهم حق الدخول في القرعه السنه الجايه بدون تقديم اي طلبات جديده.
مدام بتنطبق عليهم الشروط، وده اللي تم الإعلان عنه. يعني احنا بنطمن حضراتكم وهنقول لكم تفاصيل أكتر إزاي لو الناس النهاردة كانت رايحة وراحت قدمت فعلا عشان تاخد تأشيرة الحج. احنا معنا على التليفون الأستاذ أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي. صباح الخير على حضرتك أستاذ أيمن. حضرتك كافة المشاهدين فيه. اهلا بيك. خلينا بس نطمن الناس، حضرتك عارف انه كتير جدا من الاسر كانت ممنية نفسها انها تقدم في القرعه السنه دي وتاخد تاشيره الحج وما الى ذلك، واحنا تابعنا القرار الصادر مؤخرا انه ازاي، يعني هل هيبقى نفس الناس اللي قدمت هم اللي موجودين في قرعه السنه الجايه ولا ايه بالظبط؟ وطبعا احنا يعني منذ ظهور جائحه كورونا والوزاره كانت وقفت اجراءاتها المتعلقه بنظم الحج بناء على الخطاب اللي كان وارد من المملكه العربيه السعوديه في شهر مارس الماضي، وبناء عليه ان كنا احنا فتحنا باب التقديم وكانت تقدم لنا 31,000 مواطن لقرعه حج الجمعيات للفوز ب 12,000 تاشيره. تمام. ومن التاريخ ده وقفنا الاجراءات الخاصه باعلان القرعه. يعني بالفعل كان تقدم 31,000 المفروض يصيبهم 12,000 من ال 31. تمام. تمام. وقفنا كافه الاجراءات وكنا بنتابع مع ما بين الجانب المصري والجانب السعودي التطورات، وطبعا مع تاخير الوقت كنا متاكدين ان موسم الحج يعني هيبقى بنسبه كبيره مش هيتم طبعا اجراءه، خاصه ان طبعا صحه المواطن اهم من اي شيء. وبناء عليه منذ ان صدر القرار امس تم طبعا عرضه مباشره على معالي الوزيره والدكتوره نيفين قباش، وتم اصدار قرار ان كافه الاعضاء اللي تقدموا لحج الجمعيات هذا العام حقهم محفوظ حتى قرعه العام القادم دون تقديم طلب جديد، طبعا الا اذا المواطن نفسه اعتذر لاي سبب من الاسباب ان هو بيطلب انسحابه من القرعه. يعني كل اللي قدموا السنه دي من ال 31,000 شخص دول من حقهم ان هم يكون ليهم نصيب في القرعه ان شاء الله السنه الجايه. ان شاء الله باذن الله بدون تقديم طلب، اللي هيقدم طلب فقط لا غير اللي هو المواطن اللي هو لا يرغب في الدخول في قرعه الحج العام القادم لاي سبب من الاسباب متعلقه به هو شخصيا تتعلق بظروفه الصحيه او ظروفه الاقتصاديه على سبيل. لكن اللي قدم الطلب خلاص. اللي قدم الطلب خلاص، وده قرار عشان نحفظ حقوق المواطنين في دخول القرعه ان شاء الله. طب كان في سؤال تاني يا استاذ ايمن، لو حد مثلا كان مقدم الطلب بس مثلا لا قدر الله مثلا انه توفى، لا قدر الله انه في ظروف صحيه بتمنعه وعايز يستبدل طلبه باسم شخص اخر، هل ده ممكن؟ اكيد احنا لسه بقى الفتره القادمه ان شاء الله مع معالي الوزير هندرس ان احنا بكل تاكيد هنفتح برضه الباب للتقديم للمواطنين سواء بقى اللي راغب في تبدل طلب او الراغب انه يتسجل تسجيل جديد، ده هيبقى في المرحله القادمه حين اتضاح الرؤيه بالنسبه لاجراءات موسم الحج القادم، ولكن الحالي كل الطلبات احنا تم ترحيلها وخلاص احنا اكدنا عليها وسجلناها واحنا بننسق مع وزاره الداخليه المصريه لان هي المسؤوله على بوابه الحج الموحده، وتم التاكيد على ذلك على اعتبار ان الطلبات دي محفوظه للعام القادم. طب واللي عايز بقى يتابع الطلب بتاعه استاذ ايمن، يعني ايه المسار اللي هو بيتخذه لو هو عايز يتابع ان الطلب بتاعه موجود او تم قبوله وانه خلاص ان شاء الله باذن الله ليه نصيب في القرعه العام القادم ان شاء الله؟ هو جميع الطلبات اللي اتقدمت كان كل المواطنين عرفوا ان هم كان تم قبولهم في المرحله السابقه، وانما فيما يتعلق بالمرحله اللاحقه زي ما قلت لحضرتك احنا كده كده الطلب اوتوماتيك متسجل على البوابه، وبناء عليه المواطن فقط لا غير لما نيجي نفتح باب الاجراءات المتعلقه بموسم الحج القادم هيخش يستعلم بالرقم القومي هيلاقي طلبه متسجل. ولسه حتى الان لم يتم اتخاذ قرار اذا كان في الناس ممكن تتقدم جديده ولا لا، ام هيتم الاكتفاء بالعدد؟ لا ده ان شاء الله لما نبدا الاعداد لموسم الحج القادم، لان هيبقى في ترتيبات تتعلق بموسم الحج القادم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك، كل الشكر للاستاذ ايمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الاهلي. احنا بس بنطمن كل اهالينا، الناس اللي تقدمت لقرعه الحج الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله ربنا ما اردش هذا العام، ان شاء الله ربنا يكتب وليكوا نصيب السنة الجاية، خلاص مش محتاجين تقدموا تاني، كل اللي قدم وعارف ان هو اتقبل الطلب بتاعه خلاص هو مش محتاج ان هو يروح يتقدم بطلب جديد، ان شاء الله بإذن الله ربنا يكتبها لكم جميعا ان شاء الله السنة الجاية وتروحوا دعواتكم ان شاء الله بإذن الله. طيب هنروح من وزارة التضامن الاجتماعي. امبارح كنا بنعرض لحضراتكم تقرير قعده زميلنا زميل أحمد الأفيوني، واللي كنا بنوجه فيه الشكر الحقيقة على النماذج الحلوة الإيجابية اللي احنا بنشوفها،
وعرضنا لحضراتكم تقرير كان فيه الفنان أحمد الأسد، والحقيقة هو استغل في ابن قرية المخدمة التابعة لمحافظة قنا، استغل مواجهة أزمة كورونا إنه هو يستغل هذه الفترة بتاعت العزل الصحي ويجمل الشوارع والبيوت والوجهات بلوحات فنية جميلة وعرضناها لحضراتكم امبارح. كان في بقى رد فعل سريع وحلو قوي ومفرح جدا، وده بعد ما تم عرض التقرير الصبح بساعات، قام السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا باستقبال الفنان أحمد الأسد وكرمه واداله مكافأة كمان 5000 جنيه، وجه طبعا الشكر لقناة إكسترا نيوز على إنها بتلقي هذا الضوء على النماذج الإيجابية، والشكر طبعا بكل تأكيد موصول لمعالي المحافظ لأنه ده دورنا كإعلام، وإحنا كمان بنوجه الشكر لحضرتك على استجابتك وعلى دعمك لأبناء المحافظة الموهوبين، وكمان بأكد الشكر يعني أو بجدد الشكر مرة تانية لزميلي أحمد الأفيوني على هذا التقرير والمتابعة اللي عملها لتكريم أحمد الأسد. تعال نشوف التقرير مرة تانية وتكريم بقى فنان إنا اللي تحدى كورونا بالفرشة والألوان. طبعا شفنا التقرير اللي عملتوه النهارده في اكسترا نيوز، فرصه ان احنا بنكرم ابننا احمد من خلال المحافظه ومن خلال وزاره التضامن، بنقول له متشكرين على مجهودك وبنقول له احنا بنشجعك واقفين في ظهرك، وان شاء الله عايزين العمل ده ما يبقاش مقتصر على قد القريه بس، لا ده احنا عايزينه يبقى على قد المحافظه كلها، وعايزين نعمل فريق عمل من الشباب كلهم يتضامنوا معاك ان شاء الله بحيث تبقى بلدنا نظيفه، بلدنا جميله، يبقى كل اللي موجود فيها بيعبر على إيجابيات الشباب اللي موجودين فيها. شكرا مرة أخرى لسيادة المحافظ على دعمك لأبناء المحافظة، ومبروك يا أحمد للفنان أحمد بقى على المكافأة، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله إن كل الناس في جميع المحافظات تقدر انها تستغل هذه الفتره وفتره العزل الصحي وفتره انه ممكن نكون مش قادرين نعمل حاجه تفرحنا قوي، ما بنخرجش ما بنسافرش، ان احنا نعمل شيء مفيد وجيد وايجابي نمتع بيه نفسنا ونفيد بيه نفسنا ونفيد بيه كمان الاماكن اللي احنا عايشين فيها وبلدنا كلها. دلوقتي كمان عايزه اتكلم معاكم على موضوع مهم تاني، هو ازاي ان احنا نتعامل مع فيروس كورونا في حاله الاصابه. ما تزعلوش وتقولوا ان احنا بنكرر الكلام، لان التكرار مهم جدا في الازمه اللي احنا بنمر بيها، خصوصا ان في ناس لسه بتتعامل بطرق غلط ممكن تهدد حياتهم، مش الاصابه بالفيروس ولكن باستخدام ادويه بقى، دي الكارثه. موضوع الادويه والفيتامينات ده بجد كارثه. مش هطول عليكم، لو انت احنا قلنا برضو مرارا وتكرارا، لو حسيت بالاصابه او حسيت بالاعراض ومش عارف تعمل ايه، كلم 105 او ادخل على تطبيق صحه مصر او استشير دكتور انت تعرفه. وده لان احنا بنتكلم او احنا دايما طول الوقت بنقول ايه، وزاره الصحه بتوصل حضرتك لاطباء متخصصين وهم اللي هيقولوا لنا ايه اللي احنا ممكن نعمله بالظبط، لاننا اكيد مش دكاتره عشان نداوي نفسنا. فكل ما نسمع عن دواء حتى لو كان الخبر مجرد إشاعة، يعني في ناس كل ما تسمع عن دواء أو تشوف أخبار أدوية منشورة على الفيسبوك تروح تشتري منه كميات. الأخطر من كده بقى وسبب كلامي معاكم هو إن في تحذيرات كتيرة جدا من الأطباء بيقولوا إنه في ناس راحوا لأبعد حتى من الأدوية، وانا مش بكلمكم عن الادويه اللي بيتم الكلام عنها او انواع الفيتامينات اللي هي اثبتت نجاحها في علاج الفيروس، لا ده هم بياخدوا شويه تركيبات بتتباع في صيدليات الله اعلم بيها على انها بتشفي المصابين من فيروس كورونا. ومع احترامنا لكل الصيادله الشرفاء، احنا مش بنعمم، ولكن احنا بنتكلم على انه في ناس ما عندهاش ضمير خدعت ناس وبيجربوا فيهم. انا عايز اسال سؤال واحد، يعني لو العالم كله واحنا بنشوف حوالينا العالم كله ودى حوالي 500,000 ضحيه ماتوا في فيروس كورونا، وسجل اكتر من 8 مليون حاله اصابه لانه مش لاقي علاج قوي للفيروس ده، وكل المراكز البحثيه في مصر وكل الدول حتى الان لسه ما قالتش ايه هو العلاج، فانت عايز تقنعني ان التركيبه اللي موجوده في الصيدليه اللي هي تحت البيت هي اللي فيها الشفاء؟
هي اللي فيها اللقاح اللي كل الناس بتتسابق عليه عشان تلاقيه وتحمي شعوبها بيه. طب هو الموضوع كده يا ريت لو حد يعرف صيدليه من الصيدليات دي، لو هو عنده الاختراع اللي العالم كله بيدور عليه، طب ما يبلغنا او يقول لنا او بلغوا الشرطه او بلغوا وزاره الصحه، فهي هتبحث المساله دي وتقول لنا ايه اللي بيحصل بخصوص التركيبات دي. المناقشه يعني بالمناسبه بخصوص هذه التركيبات اللي حضرتك خدتها على امل انها تشفيك، او بعض الناس اللي احنا شفناهم بيتداولوا التركيبات دي على السوشيال ميديا، وان انت حاسس بقى ان هي دي اللي هتنجيك من الفيروس ده لو انت لسه عايش يعني. ف اللي هيحصل بالظبط ان لو المساله دي استمرت انت لا قدر الله هيحصل لك حاجه والصيدلي هينهي حياته في السجن. فياريت حضراتكم تفكروا قبل ما تمشوا ورا الاشاعات دي والكلام الفارغ، لانه بيتقال بدون دليل علمي. انا عايزه الفت نظركم لحاجه مهمه تانية، وهي زياده اعداد الوفيات في الفتره الاخيره. مش بس سببه زياده عدد الاصابات، لكن سببه ان اغلب الناس اللي بندعي لهم بالرحمه بيوصلوا المستشفى متاخر، يا اما في حاله حرجه فبتخلي من الصعب ان احنا ننقذ حياته. فارجوكم لو حسيتوا باي اعراض كلموا 105 او روح اي مستشفى قريبه منك. عايز تروح مستشفى حكومي روح، عايز تروح مستشفى خاص روح، المهم روح مستشفى، المهم انك ترجع لدكتور. بلاش النوع ده من الوصفات، ارجع لاي طبيب بتثق فيه. مش هقول لك الناس هتقول لك لا اصل انا مش عايزه اروح، مش روح مكان ما انت عايز، بس ارجع لدكتور متخصص. احنا معانا على التليفون الاستاذ الدكتور هاني الناظر، استشاري الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا. صباح الخير على حضرتك يا دكتور هاني. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيكي. اهلا بيكي، افتقدنا حضرتك كتير جدا في البرنامج، ونتمنى ان جائحه كورونا تمر على خير وتعود مره ثانيه لينا. ان شاء الله اتشرف بيكم دايما يا فندم. ان شاء الله. دكتور هاني، طبعا حضرتك انا عارفه انك متابع جيد جدا لكل اللي بيحصل على السوشيال ميديا، كل اللي بيتكتب فيما يتعلق بجائحه كورونا والوصفات الغريبه اللي كتير بنشوفها مؤخرا. في كلام متداول عن تركيبه انا مش هقولها، لكن بكل تاكيد حضرتك اطلعت عليها، انها تركيبه نوع من انواع الادويه بتتاخد في الصيدليه، فده بيعالج كورونا فورا. تعليق حضرتك بقى. ده مش بس كده، الموضوع ما بقاش صيدليه حضرتك. في احد الاشخاص كيماوي مش صيدلي، كيماوي يعني خريج مثلا كليه علوم مثلا. وطبعا زملائنا في العلوم دول ليهم كل احترام طبعا طبعا، بس الفكره انه بيدعي انه باحث علمي في احد المراكز البحثيه، وانه بيعمل تركيبه دوائيه لدرجه انه بيبيعها للناس حضرتك ب $1,000 او 16,000 جنيه. طبعا يعني اولا هنا احنا خلاص بقى طلعنا بره كل يعني منطق في الدنيا، يعني دخلنا في النصب بقى. مش طبيب. اتنين، انت بتتاجر بالمرض، بتتاجر بعلم الناس، انت بتديهم مركبات كيماويه، الله اعلم ممكن تعمل ايه. ثلاثه، انت مش واخد تصريح من وزاره الصحه. اربعه وخمسه وسته، يعني الموضوع في منتهى الخطوره. غير طبعا ان في ناس صيادله، لو في ناس بقى ولا كيميائي ولا صيدلي خالص، وابتدوا ينزلوا ويقولوا انا عندي تركيبات وكلام ده. هنا المشكله في ايه حضرتك؟ انت تفضلتي وذكرتي من شويه. انا لازم دايما لما اخد راي اخد طبيب بشري، مش طبيب بشري ومتخصص. يعني لما حد، انا دكتور امراض جلديه، لما حد ساعات بيسالني في علاج الكورونا اقول له ما اعرفش. لازم الدكتور بتاع الامراض الصدريه. دكتور وبائيات متخصص. فازاي انا الجا لحد غير طبيب؟ لا درس طب ولا عنده فكره عن الاثار الجانبيه ولا عنده فكره واثق فيه. اثنين، ازاي اخد انا حاجه غير مسجله لا داخليا ولا عالميا؟ بعدين الناس اللي بتعمل الكلام ده، يعني النهارده زي ما حضرتك قلتي لغايه دلوقتي كل الادويه اللي بنسمع عنها في العالم دي كلها تجارب. حتى هذه اللحظه يعني لم يعتمد دواء رسمي خلاص هو ده العلاج. ان شاء الله يبقى قريب، بس لغايه دلوقتي لسه. فانا النهارده اعمل حاجه زي كده بصراحه جريمه ومتجرب الام الناس، وانا من خلال برنامج حضرتك بحذر الناس ما لا تنساقوا اطلاقا ورا اي حاجه زي كده. صحتك امانه، ما تضيعهاش في تركيبه او دواء غلط ممكن يؤدي لا قدر الله للوفاه، مش المرض اللي يؤدي للوفاه. يعني الخطوره هنا ممكن من هذه التركيبه وليست من المرض. يعني
يعني احنا اكتر من 90% من اللي بيصابوا بكورونا يخفوا الحمد لله. فليه انا اعرض نفسي لخطوره يجرى لي حاجه من حاجه مجهوله وانا باذن الله هخف؟ احنا بنناسب ناس ولا حتى على فكره التركيبات العشبيه يعني برضو ناس يقولوا لا دي اعشاب، ما هي خلي بال حضرتك الاعشاب دي بعضها في مواد سامه. طبعا في نباتات لو الانسان كلها بيموت. طبعا اي حاجه اسمها اعشاب يبقى ده دواء صالحه للاكل يعني او الناس تاخدها. طب دكتور هاني، باعتبار حضرتك استشاري امراض جلديه كتير جدا 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 من السيدات، وحضرتك عارف مساله سقوط الشعر ومشاكل الجلد خصوصا في الصيف، فبيقول لك انا بضرب عصفورين بحجر، باخد زنك عشان شعري وبشرتي وفي نفس الوقت بحمي نفسي من الكورونا. بصي حضرتك مفيش حاجه اسمها اخد علاج وقايه. هو اسمه ايه؟ علاج. علاج يعني ايه؟ حاجه بتعالج مشكله. تمام. الناس اللي عماله بتاخد ادويه وتقول ده عشان خاطر تقيني من اصابه بالمرض، انا عايز اقول للناس ان احسن وسيله للوقايه ثبت تماما انها صحيحه هي الكمامه. كل الناس اللي بتلتزم تماما بارتداء الكمامه بالوضع الصح ما جالهاش اي مرض ولا كورونا. يبقى انا مش هقي نفسي بالادويه، انا هقي نفسي بثلاث حاجات: البس كمامه، اغسل ايدي بماء والصابون، ما ابعد عن الزحمه. خلاص انت في الامان. انما انا اخد ادويه، على فكره في بعض الفيتامينات ساعات لو خدتها غلط ممكن تضر الكبد والكلى. طبعا. فحتى الفيتامينات ما فيش حاجه اسمها اخدها للوقايه، لازم برضو بجرعات معينه ويصفها الطبيب المتخصص. مش جاري ولا انا قريت على صفحه الفيسبوك ان انا اخد العنصر الفلاني فيتامين فلاني واخده غلط. طب ما فيش حاجه اسمها اخد حاجه، ولا برضه زي ما حضرتك فضلت ذكرتي اخد الفيتامين ده عشان يحمي شعري من شعري يحافظ على البشره بالظبط، يساعد على تكوين الكولاجين. ده كلام مش مظبوط. ده كلام مش مظبوط؟ طبعا. لو في عندي مشكله زي ما في ناس بتحط كريمات على وشها بتهيألها ان هي هتحميها من ظهور التجاعيد. طبعا. كلام فاضي. حاجه هتمنع ظهور التجاعيد خالص ولا ده كده كل الستات هيتصدموا يا دكتور. ده هما بيشتروا يعني حاجات بمبالغ كتيرة قوي عشان ما تظهرش التجاعيد والخطوط الرفيعة والكلام ده. هو انا اقدر النهاردة ادي انسان علاج يوميه 300 سنة؟ لا طبعا. طبعا. فازاي انا همنع ظهور علامات تقدم العمر؟ لا يمكن حد يقدر. يعني الزنك ملوش علاقه ان هو بيحافظ على الشعر طالما الانسان مش محتاجه، وملوش علاقه بالوقايه من كورونا. ده باخده لا قدر الله لو في اصابه. تمام. انما انسان سليم الحمد لله، تغذيه كويسه زي ما اتفقنا قبل كده، اشرب ميه كتير، البس الكمامه بتاعتي، ابعد عن اي مكان فيه اصابه، وما اسلمش على حد بايدي، كان اللي قلناه قبل كده، ونغسل ايديا بميه وصابون، ابعد عن الزحمه. انا كده في السليم ولا عايز، واسيب بقى الحاجات دي للي محتاج لها. تمام. طبعا بكل تأكيد. أنا طبعا بضم صوتي لصوت حضرتك وبشكرك جدا كل الشكر الأستاذ الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية. احنا بس حابين نوضح لحضراتكم لأن أكيد كلكم تابعتوا ما يقال، واحنا لا بنسيء يعني احترامنا الكامل لكل الصيادلة الشرفاء، لا بنسيء للصيادلة ولا لخريجي كلية العلوم وهم فيهم أساتذة أفاضل، لكن احنا بنقول على بعض الناس اللي بتتاجر بده، عشان كده بنكرر تاني مرارا وتكرارا، دكتور متخصص يتكلم 105، يتدخل على تطبيق صحة مصر، يتروح أي مستشفى تختارها تعجبك، يتلجأ لأي دكتور متخصص، اختار الدكتور اللي انت عايزه. يعني شوف انت بتثق في أنهي جهة وأنهي مكان وروح. لكن أدخل على السوشيال ميديا أخد روشتة أو وصفة أو زي ما كان دكتور هاني بيوضح مركبات عشبية معينة فأقول إن ده اللي هيخليني أبقى تمام؟ لا، ده كده مش تمام. يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإحنا كده مقررين الناس اللي بتعمل كده ناوية ترمي نفسها. الجزء الثاني رجاء تفضلا من حضراتكم مفيش داعي إنك تعمل شير للنوع ده من المعلومات عشان ما تساهمش إن الإشاعة تكبر، انه الشخص الفاسد
فساده يزيد، ان الشخص اللي عايز يستغل الناس ويتاجر بارواحهم ويتربح على جثثهم انه يوصل لده. فاحنا بنرجو من حضراتكم انه بلاش الشير، يعني بلاش نساهم في نقل المعلومات الغلط. زي ما قلت لحضراتكم من بدايه الحلقه ان احنا هيكون لينا جولات في عدد من محافظات الجمهوريه عشان نتابع ما يحدث في كل محافظه على حده. النهارده هننتقل مع حضراتكم لمحافظه الشرقيه اللي بيتم على ارضها عدد كبير جدا من المشروعات القوميه واللي بتيجي ضمن خطه الدوله للتنميه، بالاضافه طبعا للمشروعات الخدميه اللي بتستهدف المواطن بشكل عام. والنهارده احنا هنتكلم على المواطن الشرقاوي بشكل خاص، واكيد كل محافظة بتسعى لتحسين دخل المحافظ عندها، ان يكون في فرص عمل، انه ما يبقاش المواطن اللي موجود محتاج ان هو يتنقل من محافظة لمحافظة بحثا عن العمل، ولكن ان يكون في توفير لعدد من المشروعات وخلق فرص العمل داخل هذه المحافظة. ده بكل تأكيد بيكون مهم، لان احنا مش عايزين معدلات البطالة تزيد، وفي نفس الوقت عايزين كل محافظة يكون فيها شغل، يكون فيها تنمية، يكون فيها مصادر للدخل متنوعة تناسب أبناء المحافظة. هنروح مع حضراتكم للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللي بينضم إلينا عبر كاميرا إكسترا نيوز. صباح الخير على حضرتك سيادة المحافظ. صباح النور يا أستاذة أسماء، وصباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين يا فندم. أهلا بحضرتك وبشكرك جدا على وجودك معنا في هذا الصباح. وخليني كده في البداية لو احنا بنسأل حضرتك بشكل مبسط نعرف الناس أكتر على المشروعات اللي موجودة أو اللي بتتم في محافظة الشرقية في الوقت الحالي. هو طبعا حضرتك عارفة أن محافظة الشرقية من المحافظات اللي فيها تعداد سكاني كبير جدا ومساحة شاسعة، وكانت في احتياج لمشروعات قومية كبيرة خلال مرحلة سريعة. وطبعا حضرتك عارفة أن السيد الرئيس منذ 2014 حط استثمارات كبيرة جدا داخل محافظة الشرقية في البنية التحتية، بالأخص في مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب. وحضرتك محافظة الشرقية فيها حوالي 509 قرية، كان عدد القرى المغطاة بالصرف الصحي لا يتخطى 14%، دلوقتي احنا داخلين في حوالي 42%، وان شاء الله خلال عامين هنوصل لاكثر من 70% من عدد القرى يغطى بمشروعات الصرف الصحي. اقدر اقول لحضرتك منذ 2014 لغايه النهارده حجم الاستثمارات اللي داخله في البنيه التحتيه تجاوز ال 50 مليار جنيه. في الوقت الحالي المشروعات اللي جاريه حوالي 296 مشروع تنموي بقيمه 24 مليار، ما بين مشروعات صرف صحي، مياه شرب، مدارس وأبنية تعليمية، ما بين توصيل الغاز. يعني هدي لحضرتك مثال بسيط أن عدد المشاركين خلال السنة دي بس زاد بالنسبة للغاز أكثر من 90,000 مشارك نتيجة الانتهاء من بعض المشروعات، وبيتم توصيل الغاز لست مراكز كبرى في نفس الوقت. في حجم كبير من العمل بيتم، في جزء كبير قوي من المشروعات جاري تنفيذه جميع المستويات، اذا كان برضو مستشفيات، اذا كان فصول دراسيه. دلوقتي جاري انشاء حوالي 2200 فصل زياده بالنسبه للمدارس. فانا بقول لحضرتك حجم المشروعات بالنسبه للطرق تجاوز ال 32 مشروع، حضرتك بتتكلمي على الكهرباء اكثر من 7 مشروعات بجاري تنفيذها. يعني احنا بنتكلم على ارقام كبيره جدا من المشروعات وارقام كبيره من الاستثمارات، وان شاء الله بنامل خلال 2020 بالرغم من الاجراءات الاحترازيه اللي تمت، انما برضو ما تاثرتش هذه المشروعات وبيتم المتابعه. وانا اقدر اقول لحضرتك ان المشروعات الخاصه بالذات بالمياه الشرب نقدر نقول ان احنا بيتم متابعتها، لان احنا عندنا محطه كبيره جدا في الشمال في منطقه اسمها منطقه البكرشه، دي بتنتج حوالي 51,000 متر مكعب في اليوم. اول ما تنتهي ان شاء الله المحطه دي هتغطي احتياجات منطقه الشمال كله اللي هي منطقه الحسينيه وصن الحجر واولاد صقر، وهتنتهي مشكله نقص المياه الحلوه للمياه الصالحه للشرب تماما. عندنا محطه ابو كبير تقريبا انتهينا منها، فاضل حاجات بسيطه، انتهينا من اكثر 90% منها.
ودي بتنتج 31 ألف متر مكعب في اليوم. يعني بقول لحضرتك حجم مشروعات ده أمر جيد جدا، وأنا سعيدة سيادة المحافظ أنه حضرتك يمكن من بداية فقرتنا بتتكلم معايا بلغة الأرقام، ولغة الأرقام هي لغة دائما واضحة ومحددة. وانا سعيده ان حضرتك يعني ابتدينا نذكر المراكز، يعني احنا كنا بنشوف انه كان في عدد من المشروعات الحقيقه التنمويه في محافظه الشرقيه كانت توقفت يعني في احداث بقى 2011 وما بعدها، وده ادى الى حرمان عدد كبير جدا من المراكز في محافظه الشرقيه من الخدمات، منها مثلا خدمات الصرف الصحي على سبيل المثال. فياريت حضرتك مثلا تطمنا على بعض الاعمال اللي كانت متوقفه، زي مثلا كنا بنسمع عن قريه اولاد سيف، هذه القرى اللي هي كانت فيها مشاريع سابقه. انا عارفه انه ده كان موروث تقيل على حضرتك في محافظه الشرقيه، بس نحب نطمن الساده المشاهدين واهالي الشرقيه وصلنا لحد فين. طبعا حضرتك عارفه زي ما حضرتك قلتي ان كان في مشروعات بالذات في الصرف الصحي كانت متوقفه، اكثر من 65 مشروع على مستوى محافظه الشرقيه، مش بس من 2011، فيهم مشروعات كمان متوقفه من 2005 و2006 و2007. انا اعتقد دلوقتي ان احنا تخطينا اكثر من 40 مشروع تم الانتهاء من المشاكل بتاعتهم وتم اسنادهم لشركات اخرى. غطينا مثلا اقدر اقول لحضرتك 70% من المشروعات دي خلاص ابتدت تسلم المشروعات. اذا كنت حضرتك بتتكلم على اولاد سيف بالبيس، طبعا حضرتك عارفة ان في هناك محطة جاري العمل فيها، وان شاء الله خلال اسبوعين هيتم تسليم الارض، لان كان في مشكلة نزاع ما بين اصحاب الاراضي وما بين هيئة الصرف الصحي، والحمد لله تم الانتهاء منها، وان شاء الله يتم استلموا الارض وينفذوها في التوقيت بتاعها، لان منطقه بلبيس او مركز بلبيس محتاج خدمات صرف صحي لمعظم القرى بتاعته، وان شاء الله تتحل المشكله، لان كان في بعض الشركات المتعثره تم سحب بعض المشروعات منها وتم تكلفها بعدد اقل من المشروعات عشان تنتهي. وانا شايف ان المشروعات المتوقفه بالذات في الصرف الصحي ومياه الشرب حصل فيها دفعه كبيره جدا خلال السنتين اللي فاتوا، وبنامل ان شاء الله ان معظم هذه المحطات ومعظم هذه المشروعات يتم افتتاحها قريبا ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. طيب بسياده المحافظ ايضا يهمني اعرف حضرتك ازاي تعاملت مع ازمه سرقه الطيار، واحنا كان عارفين انه يعني نتيجه للبنى العشوائي ايضا سابقا كان في عدد من المنازل اللي هي ما بتركبش عدادات كهرباء، اللي هو مستسهل ان هو بيسرق التيار من اعمده الاناره، ودي كانت مسببه مشاكل في عدد كبير جدا من القرى. طبعا، وطبعا هو انا عايز اقول لحضرتك ان انا بنزل امر بنفسي، على طول بنكتب تقرير وبنعمل بيه محاضر على طول مع شرطة الكهرباء ومع مراكز المدن. في أعداد كبيرة جدا من المحاضر تم إحالتها للنيابة وتم اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الموضوع، وتم تقنين الوضع لبعض الحالات والباقي جاري التقنين طبقا لقرار دولة رئيس الوزراء. ودلوقتي في بعض الأبراج اللي تمت البناء العشوائي ليها في 2011 أعداد كبيرة جدا تم إدخال الكهرباء ليها، وجاري دلوقتي التحقيق من قبل النيابة يعرفوا إزاي الكهرباء دي وصلت بالمخالفة للقانون، وهل فعلا الموافقات دي كانت حقيقية ولا تم التزوير فيها. فأنا بقول لحضرتك إن إحنا بقالنا في حراك قانوني قوي جدا في مجال الكهرباء والمياه بقالنا دلوقتي حوالي 4 شهور أو 5 شهور، ودي بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية لمراجعة جميع التراخيص ومراجعة كل المرافق اللي تم توصيلها خلال الفترة اللي فاتت. تمام. أنا هرجع بقى أسأل حضرتك، دايما كنا بنواجه إنه الشباب قاطني المحافظات أو اللي فهما في محافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى دايما بيبقى البحث عن فرصة عمل إنه يخرج خارج المحافظة بتاعته، أو إنه هو يروح يشتغل في محافظة تانية أو ينزل القاهرة أو الجيزة. حضرتك تعاملت إزاي مع يعني من خلال المشروعات اللي بتحصل في محافظة الشرقية على خلق فرص عمل جديدة للشباب اللي موجود داخل المحافظة؟ شوفي حضرتك، بالرغم ان محافظة الشرقية محافظة زراعية، يعني فيها حوالي 87% من المساحة بتاعتها أراضي زراعية، إلا ان هي كمان بتتميز بوجود
أكبر مدينتين صناعيتين ومنطقتين صناعيتين، يعني فيها مدينتين، مدينة العاشر من رمضان ومدينة الصلاحية الجديدة، ودول فيهم مشروعات كبيرة جدا. وحضرتك عارفة منطقة مدينة العاشر من رمضان حجم المشروعات اللي فيها قد إيه، بجانب منطقة بلبيس ومنطقة الزوامل، يعني أنت حضرتك بتتكلمي في حدود 9000 مصنع على مستوى عالي جدا، ودول بيوفروا فرص عمل جيدة مش بس عندنا في الزراعة عشان محافظة زراعية، إنما كمان عندنا في فرص العمل في الصناعة، وعدد العمالة اللي موجودة في هذه المناطق من محافظة الشرقية يتخطى من 45 ل 55%، وده بيؤكد إن دي إتاحة فرص عمل جيدة. بجانب كده حضرتك عارفة إن إحنا بنتعاون مع جهاز مشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وطبعا في برنامج اسمه مشروعك مع التنمية المحلية، ودول بيقدموا قروض وبيقدموا دراسات جدوى وتدريب لهذه المشروعات، وده بيوفر فرص عمل. أقدر أقول لحضرتك أن تم توفير أكثر من 45 ألف فرصة عمل من هذه المشروعات، وعدد التمويل اللي تم تجاوز 3 مليار جنيه تمويلات لهذه المشروعات، ودي كلها في صورة فرص عمل للشباب، مشروعات صغيرة، مشروعات متناهية الصغر، حتى المرأة كان ليها نصيب كبير في المشروعات، إذا كان في البيوت، في تربية الدواجن، في مشروعات غذائية، فطبعا دي كلها فرص عمل بتتم. وبجانب طبعا المجهود الكبير اللي بيتم مع القوى العاملة والسيد وزير القوى العاملة من عمل يعني نقدر نقول اجتماعات وندوات وتوفير فرص عمل من الشركات، ويعني آخر مرة كان في اجتماع في العاشر من رمضان تم توفير أكثر من 6000 فرصة عمل للشباب في هذه المصانع. فطبعا الموضوع ده هام جدا بالنسبة لنا، وهام جدا لأن السيد رئيس الجمهورية حطه تحت رعايته اللي هو توفير فرص العمل للشباب، وبيتم متابعته بصفة دورية من دولة رئيس الوزراء. فإحنا عندنا بالرغم أن إحنا محافظة زراعية من الدرجة الأولى، إنما كمان في فرص عمل في مجال الصناعة وفي مجال الصناعات الصغيرة. طيب ده أمر جيد. خليني برضو يا سيادة المحافظة يعني نتوسع مع حضرتك في المناقشة أكتر، اسمح لي، ونروح أنه محافظة الشرقية فيها مراكز كتير جدا بتتمتع بطبيعة خاصة، زي مثلا صان الحجر، زي العزيزية، زي مناطق كتيرة جدا ومشهورة كمان كانت فيها مزارع كتير لتربية الخيول ويعني التنمية للثروة الحيوانية بشكل كبير جدا، ولكن مع الأسف برضو أيضا الأحداث طالها بعض التأثر، إزاي استعادت نشاطها مرة تانية؟ أنا عايز أقول لحضرتك أن بعض الأنشطة داخل محافظة الشرقية بتعتمد على الجذب، زي تربية الخيول زي ما حضرتك قلتي، في عندنا سباق أو مهرجان بيتم مرة في السنة، مهرجان الخيول ومهرجان الهجن، وبيجيله ناس من كل المناطق حتى فيهم بعض الدول العربية بيشاركوا فيه، وده تم السنة دي ما تأثرش الحمد لله بأي إجراءات، وده كان الإقبال عليه جيد جدا. كمان زي ما حضرتك قلتي صان الحجر هي من الأماكن اللي مليان فيها أو يتواجد فيها أثار بكميات كبيرة جدا، وبيتم الاستعانة ببعض القطع منها في المتحف الكبير وفي عايزين كنت عايز أسأل حضرتك، عايزين نطمن على ترميم المسلات اللي موجودة، وإحنا عارفين صان الحجر الحقيقة في عدد كبير من المسلات المصرية المهدمة واللي بيعاد ترميمها مرة أخرى، يعني غير اللي اتنقل المتحف المصري الكبير، ولكن أيضا اللي متواجد وهيكون موجود في صان الحجر القائم إن شاء الله قريب بإذن الله، لو في أخبار عند حضرتك جديدة. هو طبعا حضرتك عارفة أن معالي وزير الآثار والسياحة دايما متابع ما يتم من انبعاثات موجودة، والمجموعة اللي هي مستقرة في صان الحجر اللي بيتم من خلالهم عمليات الترميم داخل صن حجر أو نقل بعض القطع لترميمها في المتحف المصري في ميدان التحرير. فهم زي ما احنا شفنا وتابعنا معاهم ان حصل تطور كبير جدا من المجموعة أو الفرق الترميم، وده أنا بقول إنها نقلة جيدة جدا. كمان معالي وزير الآثار والسياحة برضو وعدنا
ان ان شاء الله صان الحجر هتحط على الخريطه السياحيه، لان عشان تبقى على الخريطه السياحيه لازم يتوفر خدمات، لازم يتوفر اماكن للاقامه، فندق جيد، مناطق للتسوق، وده معالي الوزير وعدنا بيه، وان شاء الله هنمشي في هذا الاتجاه، لان هي الشرقيه بقول لحضرتك هي محافظه تتميز بوجود كل الانشطه وكل المصادر اللي حضرتك تتخيليها، وقد تكون مش مستغله بالصوره الانسب طبعا. اذا كنا بنتكلم على السياحه في الاثار، اذا كنت حضرتك هتتكلمي على الصيد، احنا عندنا برك صيد عالميه بيتم فيها صيد البط في الموسمي، اذا كنت حضرتك هتتكلمي على رياضه الفروسيه والهيجن الجمال، اذا كنت حضرتك هتتكلمي على الزراعه، اذا كنت حضرتك هتتكلمي على الصناعه، فاحنا عندنا محافظه محتاج ان هي يعاد اكتشاف مواردها من اول وجديد والعمل جميعا عشان تنميه هذه الموارد، وهو ده اللي ان شاء الله بنامل ان احنا ننجح، ان احنا نحط الخطه ونبتدي ننفذ على الاقل 5% 10% 15%، وكل حد يجي يقدر يكمل هذه المنظومه، لان الشرقيه تستحق ان هي تكون على الخريطه مش بس المحليه انما على الخريطه الدوليه والعالميه فيما تقدمه من انشطه فعلا. بكل تاكيد. طيب هرجع بقى اوصل لحضرتك على التنسيق مع الوزارات المختلفه، يعني احنا عارفين ان محافظه الشرقيه بتضم جامعه عريقه وهي جامعه الزقازيق، في ايضا المستشفى الجامعي اللي بيتبع كليه الطب جامعه الزقازيق، والحقيقه انه الاثنين بيمثلوا اهميه كبيره جدا مش بالنسبه لمحافظه الشرقيه فقط ولكن كمان ايضا للمحافظات المجاوره. ازاي بتتم عمليه التنسيق في ظل جائحه كورونا، سواء اذا كان على مسار العمليات التعليميه او ايضا تقديم الرعايه الصحيه؟ طبعا حضرتك عارفة ان انا كنت رئيس جامعة سابق وفي المجال الطبي، وظيفتي في المجال الطبي، فموضوع التنسيق التام اللي بيتم في مجال الصحي بالذات، فاحنا عندنا كذا قطاع بيتم التنسيق ما بينهم، اذا كان الجامعة او اذا كان مديريات الصحة او اذا كان التأمين الصحي او المستشفيات التعليمية، كل دول بيتم التنسيق ما بينهم، وبنعمل اجتماع دوري اقدر اقول لحضرتك تقريبا بصفه يوميه، اذا ما كانش بالتواجد فاحنا بنعمله بالفيديو كونفرنس عشان نشوف حركه الاسعاف تبتدي منين وتروح فين، حركه العزل، حركه الفرز، اعداد المرضى، عدد الاسره، ايه المتاح وايه اللي غير متاح، كل الكلام ده كله بيتم، لان المفروض زي ما حضرتك عارفه ان الجامعات هي مراكز او بيت الخبره في جميع المجالات، ويجب توظيفها بالصوره الامثل لخدمه المواطنين وخدمه الاهالي اللي موجود في محيط اي جامعه، لان هو الغرض من الجامعه هو تقديم الخدمات والمساعده في التنميه. طبعا وجود اي جامعه ممكن نستفيد بيها في كل القطاعات زي قطاعات الهندسه، الطرق، التطوير، التعليم، الصحه، كل ده اللي المفروض ان الجامعه بتقوم بيه في المحيط. وزمان وزي ما حضرتك عارفه زمان كان عشان تطور منطقه يتم انشاء جامعه فيها، تجد على طول حصل تطوير في المنطقه زي ما حصل في مثلا الاسماعيليه، بما اني كنت رئيس جامعه قناه السويس على طول نمت المنطقه اللي حواليها، وبقى ليها فرع في بورسعيد وفرع في العريش وفرع في السويس، وبعد كده كل واحده من دول انفصلت بقت جامعه، برضو الزقازيق نفس الحكايه، برضو جامعه القاهره. فوجود الجامعه هو بيبقى له أهمية كبيرة جدا في تنمية المجتمع اللي حواليها وتقديم الخدمات، فإحنا دايما بنحاول ننسق دايما مع الجامعة لتقديم الخدمات بصورة جيدة يرضى عنها المواطن داخل محافظة الشرقية. طيب على سيرة العمليات التعليمية، عايزين نطمن حضرتك بقى على أخبار يعني أول يوم امتحانات ثانوية عامة. أنا عارفة إنه ده سؤال كان أول امبارح مش حديث النهاردة، لكن نحب برضو نطمن على المدارس، وأنا عارفة إن حضرتك كنت بتقوم بجولة تطمن على اللجان وتشوف الإجراءات الوقائية والاحترازية، ولسه عندنا بقى امتحان يوم الخميس. إزاي المحافظة استعدت بقى لاستقبال أول يوم امتحان هو يوم الأحد، وهل حضرتك كان في قدامك بعض المشاكل أو التحديات أو الأمور اللي مش هتكون موجودة إن شاء الله في الامتحان القادم يوم الخميس؟ طبعا حضرتك عارفة محافظة الشرقية فيها حوالي 162 لجنة
عندنا حوالي 43,800 طالب أدوا الامتحان، والحمد لله عدت بسلام. طبعا كان في بعض الملاحظات اللي احنا اخذناها وتم تلافي بعضها، والبعض على يوم الخميس يكون تم الانتهاء تماما من تلافي جميع الملاحظات اللي احنا اشرناها. ابرزها كانت ايه سياده المحافظ؟ الملاحظات تتلخص في معظم او ابرز الملاحظات هو عدم تركيب بعض الكباين التعقيم في بعض المدارس ما كانش لاحق ولسه يركبوها، برضو عدم التنظيم في دخول بعض المدارس، يعني ما زالوا الولاد برضو بيتزاحموا في دخول المدرسة. الحمد لله ما قابلتناش مشكلة كبيرة قوي في موضوع تزاحم الأهالي أمام المدارس. السيد مدير الأمن والجهاز الأمن كله عاملين مجهود كبير جدا عشان الموضوع دوت. وكمان حضرتك احنا عاملين في محافظة الشرقية عاملين مبادرة شبابية جميلة جدا اسمها إرادة شعب الشرقية. الشباب دوت بنستخدمه في التوعية والتنظيم، وهم ابتدوا ينزلوا حوالين المدارس عشان يرشدوا الأهالي بأن هم ما فيش داعي أن هم يبقوا موجودين عشان التزاحم. إنما برضو أنا عايز أقول لحضرتك أن طول عمرنا الضغط العصبي بتاع ثانوية عامة عند الأهالي بيبقى أكتر بكتير جدا من الطالب، فهم برضو بيبقوا عندهم بعض العذر. إنما في الظروف اللي احنا فيها احنا حبينا نقول أن ما فيش داعي للتواجد بالصورة المكثفة حول المدارس. أقدر أقول لحضرتك أن معظم المدارس الأهالي أو الأمور استجابوا، وإن شاء الله يتم الانتهاء من بقية المدارس تنظيميا. وأنا بعتقد أن الدور اللي قام به الفريق الطبي كمان في متابعة دخول الطلاب والمراقبين كمان، احنا الحمد لله أول يوم اللي حصل من 43,800 طالب بالضبط هم 4 حالات من الطلاب اللي ظهر عليهم ارتفاع في درجة الحرارة. احنا عندنا في كل مدرسة يعني 43,000 4 طلاب فقط يا سيادة المحافظ هم اللي ظهر عليهم أعراض ارتفاع درجات حرارة. درجات الحرارة فقط، وبعد كده هو كملوا الامتحان في غرفة مستقلة، وبعد كده كان الفريق الطبي بيتابع معاهم، وابتدينا ناخد الإجراءات بنقلهم من طريق الإسعاف على المستشفى لإجراء الكشف النهائي واكتشاف إذا كانوا بيعانوا فعلا من أعراض الكورونا ولا دي حرارة نتيجة دور برد. كل الكلام ده كله تم. كمان في عندنا 3 ملاحظين برضو أصيبوا بس ما كانش بالكورونا، أحدهم كانت غيبوبة سكر والتاني كان نوع من أنواع الأمراض المزمنة والتالت كان ارتفاع في درجة الحرارة. دول على طول تم يعني نقلهم على طول إلى المستشفيات. غير كده كانت الأمور ماشية مستقرة جدا. الطلاب يعني الحمد لله 43,000 طالب اللي داخل محافظة الشرقية أدوا جميعا امتحانهم بالكامل حتى بما فيهم الـ4 طلاب اللي كان عندهم اشتباه أو ارتفاع في درجات الحرارة. يعني ما فيش عند حضرتك طالب تخلف عن أداء الامتحان أو ما كملش امتحانه في هذا اليوم؟ لا، احنا عندنا الغياب كان حوالي 328 طالب هم اللي كانوا غايبين من 43,000، وهم 43,800 كان الغايب منهم حوالي 342. فدول اللي كانوا غايبين، وبعد كده هو بقيه الطلاب ادوا الامتحان تماما وما حصلش الحمد لله مشكله. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه، المدرسين والمراقبين عاملين دور جيد جدا جدا الحمد لله في ظروف صعبه، درجه حراره عاليه اجراءات احترازيه جديده، تنظيم جديد، كل الكلام ده كله اخذ وقت كبير. عشان كده الطالب مطلوب ان هو يكون موجود من الساعه 8، بعد الساعه 9 غير مسموح له انه يخش، لان التجهيز للدخول عشان نتاكد من التعقيم وان هم يرتدوا الكمامه وعشان ياخدوا الجلب المعقم اللي كان موجود، ياخدوا الاوفر شوز اللي بيلبسوه على الاحذيه، كل الكلام دوت بياخد بعض الوقت. فعشان كده هو طلبنا من الطلاب ان هم يكونوا موجودين بدري، والحمد لله الامور مشيت جيده
وانا ان شاء الله مطمئن يوم الخميس برضو الامور هتبقى جيده، برغم ان بعض الشكاوى كانت بتوصل ان بعض المدارس قد تكون ما كانش على الجاهزيه المثلى، فلما وصلت الشكاوى بننزل لجنه على طول تتابع عدم الجاهزيه اذا كان من مستوى النظافه او اذا كان من مستوى الكراسي اللي كانت موجوده، كل الكلام ده كله تم متابعته. وزي ما بقول لحضرتك اعتقد ان بعض الشكاوى دي كانت متوقعه، والمهم ان هو تم تلافي معظم هذه الشكاوى، وفي لجان هتتم بكره المرور على جميع المستشفيات جميع المدارس تاني للتاكيد على جاهزيه لامتحان يوم الخميس ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله باذن الله نتمنى طبعا كل التوفيق. وخليني بقى سياده المحافظه اسال حضرتك على اعمال التطوير الخاصه بالكورنيش، يعني اشهر منطقه داخل المحافظه ومنتدى يعني لمساحه كبيره جدا، وهو الحام يعني يعتبر متنزه ومتنفس وشكل جمالي، واي منطقه محيطه بيه بتتحول لمنطقه تجاريه وسياحيه ايضا يعني، فعايزين حضرتك تطمنا على الاعمال الاخيره للتطوير في منطقه الكورنيش. هو طبعا حضرتك عارفة ان احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل تطوير شامل على مستوى المحافظة، وابتدينا نبتدي في بعض المراكز كمرحلة اولى، وبعد كده هو بنمتد لباقي المراكز. يعني احنا ما يتم تطويره الان هو الزقازيق، ابو حماد، منيا القمح، بعد كده هو هنخش على ثلاث مراكز السنة دي اخرى، بحيث ان احنا نجد بعض المنافذ للاهالي داخل هذه المراكز ان هم يجدوا مكان متنفس ليهم يقدروا يقعدوا فيه. فالاسبوع اللي فات تم الانتهاء من كورنيش الزقازيق، والحمد لله اتعمل بصورة تطوير جيدة جدا كمرحلة أولى، لسه مرحلتين على الكورنيش، إن شاء الله السنة دي يكون منتهي، هيعمل نقلة جيدة جدا، وأنا بعتقد أن الناس الأهالي مرحبين جدا بالتطوير اللي تم، وإن شاء الله بنأمل أن بقية التطوير اللي بيتم ينول إن شاء الله إعجابهم، زي التطوير بتاع برضو الحدائق الجديدة اللي عملناها في منطقة اسمها منطقة القناطر 9، القناطر 9 في عندنا برضو مناطق جاري العمل فيها، إن شاء الله على آخر عام 2020 هيكون انتهينا من معظم التطوير في محافظة في مدينة الزقازيق، وإن شاء الله نبتدي برضو على شهر 7 أو 8 أول ما التمويل يوصل إن احنا نبتدي التطوير داخل مركز منيا القمح وأبو حمان برضو لعمل متنفس للأهالي من حدائق وأماكن ترفيهية إن شاء الله يا فندم. ان شاء الله. طيب على ذكر الاماكن الترفيهيه سياده المحافظ، زي حضرتك تعاملت مع ازمه او بنى عدد كبير جدا من قاعات الاحتفالات والاماكن الترفيهيه يعني خارج اطر المراكز، وكانت بتمتد بقى للطرق السريعه، ودي كانت عامله اشكاليه كبيره، فيا ريت حضرتك توضح لنا ازاي تعاملت معاها. شوف يا حضرتك، هو كان في عدد من القاعات الاحتفالات والافراح طلع بسرعة عشوائية، مش بس في المدن ولا على الطرق، إنما كمان في القرى والعزب، ودي كانت حاجة ملفتة جدا. وكمان الملفت جدا هو كان المباني اللي طلع على الأراضي الزراعية اللي بيعملوا بيها اللي هي مناطق لتصوير الأفراح، ودي حاجات كانت جديدة خالص بالنسبة لي أنا على الأقل، إن ده بيتم على الأراضي الزراعية. طبعا اللي كان موجود من فترة قديمة احنا تعاملنا معاه، اللي كان عائق للطريق بيتم إزالته فورا، اللي ما كانش بنحاول نقنن وضعه بإن احنا نجد طريقة قانونية إنه يدفع رسوم للدولة ويقنن وضعه للكهرباء والمية والضرائب، الغير قابل للتقنين هتتم إزالته فورا برضو. إنما أي جديد بيتم وبنخطر بيه من لجان المتابعة بيتم إزالته في المهد على طول، ومش هنسمح إن احنا نعمل قاعات تانية موجودة. برضو كان من ضمن الحاجات اللي كانت طالعة بسرعة عشوائية أثناء 2011 هي الملاعب اللي كانت بتتعمل على أراضي زراعية، بيتم تجريف الأرض الزراعية وبيتعمل عليها صب أسمنتية وبيتعمل عليها نجيل صناعي، وبعد كده هو بيأجروا الملاعب دي طوال اليوم، ده برضو من الحاجات اللي كانت منتشرة بصورة غير طبيعية داخل المحافظة، ومش بس في المدن إنما في القرى والعزب وبكميات كبيرة.
وبعدين بعد كده ان احنا بعد ما كنا بنزيل ابتدينا نتوقف على اساس ان قد يكون دي مشروعات للشباب ويتم العرض على دولة رئيس الوزراء امكانية تقنينهم مع السيد وزير الزراعة امكانية التقنين، وبرضو عشان الدولة تاخد حقها ويتم وضع صورة قانونية ليهم. كل الكلام ده كله بيتم، وأنا بعتقد أن ده مش موجود في محافظة الشرقية فقط، إنما تقريبا في معظم المحافظات بالذات في منطقة بحري. فأنت عارف حضرتك أن احنا عدينا فترة، ما هو ده موروث برضو يا سيادة المحافظ الحقيقة. أيوة موروث قديم الحقيقة من سنوات كتير، لكن أنا حريصة لأنه بما أنه حصل تغيير الحياة في المحافظة، فإحنا برضو دورنا أن احنا نقول أن حضرتك بتغير وأنك بتعالج المشاكل يعني المشاكل السابقة قدر المستطاع. طب يعني أخيرا بقى سؤالي لحضرتك، وإحنا عارفين محافظة الشرقية الحقيقة فيها أبطال العالم في الهوكي، وعارفين أن النشاط الرياضي متوقف، ولكن ازاي بقى يعني، او في ترتيب ان شاء الله باذن الله ما انه النشاط الرياضي يعود مره اخرى، لانه في الفروسيه وفي الهوكي، والحقيقه المحافظه يعني محظوظه بكثير من الابطال الرياضيين. زي ما حضرتك قلتي ان فريق الشرقيه للهوكي هو بطل افريقيا فعلا في الهوكي اكثر من مره، وهو من الفرق الجيده وذات السمعه الطيبه. وأنا بعتقد أن بعد قرار السيد وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضي، أعتقد أن دلوقتي هيبتدي يتم عمل اجتماعات ما بين الفرق الرياضية والأجهزة الفنية، إنما لغاية دلوقتي لم يتم اختارنا بأن هيتم إذا كان إلغاء النشاط أو تأجيله بالنسبة للهوكي. هم في انتظار القرار. أنا بعتقد أن إن شاء الله جاهزية الفرق للبنات والأولاد ساعة انطلاق الدوري أعتقد هيبقى الفريق جاهز، لأن هو عنده قاعدة جيدة جدا وممتازة ومعها جهاز فني على مستوى عالي وراقي. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة المحافظ، كل الشكر والتوفيق. بشكرك على إتاحة هذا العدد من المعلومات، كان مهم جدا نعرف. سعيدة جدا بالأرقام اللي حضرتك استعرضتها معانا، وإن احنا كنا بننقل للناس صورة حقيقية عما يحدث في محافظة الشرقية، سواء من يعني ما يحدث فيها من مشروعات أو أيضا أنشطة أو إزالة دايما كل التحديات والمعوقات أو مشاكل الماضي. كل الشكر للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وجود حضرتك معانا، نورتنا في هذا صباح، نورتنا على شاشة إكسترا نيوز. بشكر حضرتك جدا. كل مشاهدينا استأذنكم نروح لفاصل صغير جدا جدا جدا، راجعين على طول. طبعا في المرحلة دي طوارئ في كل بيت، أي بيت في مصر عنده طوارئ بسبب كورونا. في بقى ناس عندها اتنين طوارئ مجتمعين، يعني حالتين او حالة الطوارئ عندهم مزدوجة، لانها جزء منها بسبب كورونا والجزء التاني بسبب الثانوية العامة. يعني كل بيت في مصر بيستعد لكورونا، والبيوت بقى اللي فيها اولاد طلبة شباب في مرحلة الثانوية العامة دول كمان عندهم استعداد تاني، لانه احنا في العادي كلنا كبيوت بنحاول ان احنا نقوي مناعة ولادنا، بنحاول ان احنا ندور على تغذية مظبوطة لينا حتى سواء اذا كانوا كبار او صغيرين. لكن كمان اللي بيأدوا الامتحانات الضغط العصبي اكيد محتاجين تغذية صح، لانه الخطر بس مش بيكون في لجان الامتحانات او تأمين اللجان زي ما احنا بنشوفه، او استخدام الكمامة، او ان انا احافظ على استخدام المطهرات وغسيل الايدين، لكن كمان المهم انه الطلبة يتغذوا بشكل كويس. كلنا محتاجين غذاء بشكل كويس في المرحلة دي، لكن كمان الطالب او اللي بيأدي الامتحانات خصوصا مع عادات سيئة كتير جدا بتكون منتشرة بينهم، لان هم كبار مش صغيرين، ومش هتفرض عليهم ان هم ياكلوا اكل معين، وما تقدرش انك هتمسكه وتأكله الطبق زي ما بنعمل مع الاطفال. فالكبار اكيد محتاجين مننا طريقة معينة في التعامل والتغذية. كل ده هنعرفه عبر سكايب مع ضيفتنا الدكتورة منى عبد المطلب، استشاري التغذية ورئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للسكر. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك ومنورانا مرة تانية، بس والمرة دي عبر سكايب بقى عشان كورونا. كده احسن كتير طبعا، بريفنشن. طيب بصي يا دكتور، زي ما احنا متعودين نتكلم مع بعض بطريقتنا المعتاده، احنا البيوت كلها عندها طوارئ تغذيه،
عشان المناعة، لكن خليني أبدأ بطلبة الثانوية العامة اللي هم كبار مش صغيرين، فما بتقدريش تفرضي عليهم أكل معين، ففي عادات سيئة كتيرة جدا جدا. فالأمهات تلاقي عارفة أول حاجة إيه بقى، والطالب بيذاكر في طبق داخل وطبق خارج، عارفة حضرتك طبق السندوتشات ده واحد خارج وواحد داخل، وكوباية شاي قد كده وكوباية قهوة قد كده، وعلى اعتقاد منهم إن ده هيحمس الولاد على المذاكرة ويديهم طاقة وصحة أكتر. هو الحقيقة يعني الحقيقة أنا عايزة بس أقول حاجة، إنه طبعا الوقت ده في ستريس مضاعف، يعني في ستريس بتاع ان احنا خايفين من العدوى ومن انتشار المرض ومن الاولاد يتعيدوا نفسهم، وفي كمان ستريس بتاع الامتحان، فده بيخلي عندنا شويه خطوره زياده، لانه الحقيقه انه من طبعا زي ما حضراتكم عارفين انه من اكتر حاجات بتاثر على المناعه هي الستريس. فاحنا محتاجين لو كنا في الاوقات العاديه في الامتحانات بندي نصايح معينه، انا بالنسبه لي الطلبه بتوعي كنت بعمل لهم نظام معين قبل الامتحانات يمشوا عليه، نظام غذائي طبعا. دلوقتي احنا محتاجين ناكد على ده ونضعف كميته يعني. ف بدايه انا هاخد منك جمله انه الامهات داخله وخارجه على اولادها بالاطباق وحاجات داخله وحاجات خارجه وكده، طبعا يعني الامهات فضلهم كبير ويا ريت يعملوا كده، بس يا ريت وهم بيعملوا كده يدخلوا حاجات تزود القدره بتاعه الاستيعابيه بتاعت ولادهم، وتخلي التركيز عندهم اكتر والميموري عندهم تزيد وهكذا. فانا اتمنى الحقيقه انه النهارده الروجيتا الغذائيه دي اللي احنا هنديها كل الامهات تعملها مع اولادها، الشباب نفسهم خلاص مش صغيرين يقدروا يعتمدوا على نفسهم وياخدوها، تبقى حاجات سهله. وعايزه اتكلم معاهم في حاجات مهمه قوي. انا لما اي حد بيجي لي، لما ام بتجي لي العياده وتقول لي انه في ابنها داخل امتحانات وصحتها مش صحته مش عاجباها، او عايزه تزود شويه تركيزه او كده، بساله على نقط معينه، حاجات معينه بياكلها في اكله، لو ما بياكلهاش يبقى اذا بعرف ان احنا عندنا نقص شديد ولازم نعوضها بسرعه علشان نقدر نواكب الظرف بتاع الامتحانات ده. فاسمحي لي ابتدي يعني اقول كده منهم الحاجات، لانه بدايه يعني احنا هنتفق مع بعض انه في حاجه اسمها برين فود او غذاء المخ، وده اول حاجه فيه مهمه جدا هي البروتين الحقيقه، وانا بخص بالذكر في البروتين السمك والبيض يعني على راس القائمه. فانا الحقيقه مش عايزه يعني اي حد من الشباب اللي بيمتحن دلوقتي يكون ناسي عنصر انه بياكل سمك على الاقل 3 مرات في الاسبوع في الفتره يعني اللي احنا فيها. يعني غذاء المخ للطالب الثانويه العامه بدايته السمك والبيض طبعا. لانه احنا عارفين كلنا انه السمك، وانا عايزه يعني اخص الذكر برضو نوع معين اللي هو السلمون او الماكريل او التونه او السردين، دول اغنى الاسماك بالاوميجا 3، وزي ما حضرتك عارفه انه الاوميجا 3 ده ليه علاقه كبيره جدا بالميموري فانكشن او بالذاكره بتاعه الشخص يعني. زائد انه احنا عارفين انه سبحان الله ربنا عامل لنا مخنا ده تقريبا 60% منه دهون، و60% من الدهون بتاعه المخ دي نصهم تقريبا بيعملهم الاوميجا 3، فهو مسؤول عن يعني وظيفه كبيره جدا جدا في المخ احنا لازم نهتم بيه كويس جدا في اليومين دول. الاوميجا 3 كمان احنا لما بناخده يعني حتى لما نروح ناكل اكله سمك حلوه كده بس تكون سمك بحري يعني فعلا غني بالاوميجا 3، بتلاقي انه احنا بعد الاكله دي بتحس ان انت عندك مود لطيف، او يعني بنسميها يوفوريك مود كده، او يعني شيء من السعاده شويه، طبعا لو مش انت اللي دافعه الحساب يعني. لكن انا اقصد اقول ان هو ليه حاجه اسمها مود ستابيلايزنج ايفكت، يعني بيقلل التوتر، وده اللي احنا عايزينه للولاد في الامتحان، انه التوتر عندهم يقل عشان يقدروا يدوا اكتر. فهو مسؤول عن الميموري فانكشن، هو مسؤول عن ان هو يقلل التوتر ويقلل يدي مود كويس وسعيد كده. فده بدايه يعني بدايه القول هو الاوميجا 3 اللي موجود في الاسماك، طبعا موجود في حاجات تانية زي المكسرات وهو بس طبعا هو اغنى حاجه هو الاسماك، وعلى راسهم طبعا سمك الماكريل. البيض وده تاني نوع من انواع البروتين اللي انا لازم اقول للام انها تحرص انها كل يوم لو فعلا هتخش وتخرج على ابنها كده الاوضه تجيب له البيضه المسلوقه دي، مهمه جدا جدا جدا، وهي مش هتاخد ثانيه في اكلها وعمايلها يعني، بس هي الفكره ان هي هتمده بنوع بروتين هاي بيولوجيكال احنا بنسميه عالي الكفاءه يعني، وفي نفس الوقت هتديه حاجه اسمها كولين، والكولين ده احنا محتاجينه قوي قوي يوميا بجرعات مناسبه يعني من 400 ل 500 ملي جرام في اليوم. البيضه دي هتديني تقريبا ثلث الاحتياج اليومي بتاعي اللي انا محتاجاه من الكولين،
وده مهم جدا برضو في تركيب الخلايا المخية والتوصيل العصبي وهكذا. بعد البروتين وانواع البروتين، في حاجات بقى اللي هي التسالي او الحاجات اللي هي السريعه. طب انا عايز اسال حضرتك سؤالين يا دكتور وهاخد رد من حضرتك سريع. اول حاجه اسال حاجه، الامهات تقول لك طب في ظل التنشنه، يعني التنشنه العصبيه، هل في اكل معين بيحسن المزاج ممكن نديه لابني وهو بيذاكر؟ طبعا، وده سؤال يعني هو ده اللي انا عايزاه فعلا ان هم يعملوه. الاكل اللي بيحسن المزاج عندنا منه كذا حاجه النهارده. احنا ابتديناه طبعا بان انت تعملي له غدوه سمك حلوه، وسمك المكريل بيتهيألي سعره مش غالي ونقدر كلنا نعمله. كويس. دي اول حاجه. لو هتعملي له مشروب يبقى المشروب ده ممكن يبقى شاي اخضر، وممكن كمان يبقى القهوه. بس انا مش عايزه كلمه القهوه دي وانا اقولها من غير تعليقين عليها. اولا كميتها ما تزيدش عن مره واحده في اليوم. ثانيا ناخد قهوه طبيعيه اللي هي البن المطحون بتاعنا، ما ناخدش القهوه السريعه او النسكافيهات والحاجات اللي هي السريعه دي. ونخص بالذكر انه ممنوع خالص ناخد حاجه فيها مبيض اللي احنا بنسميه الكريمر ده، لانه ده بيقلل المناعه، بيقلل التركيز، وليه اضرار تانية كتير جدا على صحتنا نتكلم فيها في وقت تاني. كويس. فلو عايزه تديله يبقى هتديله فنجان القهوه، ده بيحسن المود جدا، بيحسن جدا القدره الاستيعابيه وبيزود التركيز. هتلاقي انه كمان اهدى شويه، بس لو زودنا عن كميه الفنجان هيقلب بالعكس بقى، ممكن التوتر عندنا يزيد لانه طبعا فيها كميه كافيين، فاحنا مش عايزين نزيد عن كده. فاذا دي المشروبات اللي احنا ممكن ناخدها طبعا، بلس الحاجات الثانيه بقى الريلاكسنج زي ما قلنا الجرين تي او الشاي الاخضر، ده بيدي شويه ريلاكس كده، او يعني بيدي شويه راحه نفسيه، لانه في يعني حمض اميني اسمه ساينين، ده بيؤدي الى انه بيعدي الحاجه بنسميها بلاد برين بارير، او يعني بيعدي الحاجز المخي وبيروح يشتغل في حته الريلاكسيشن. طيب نقدر كمان ندي تسالي، يعني نقدر كمان ندي حضرتك تسالي بقى المذاكره بدل طبق السندوتشات اللي خارج واللي داخل طول الوقت ده. احنا ممكن يقول لك اصل انا ابني بيخاف ياكل عشان بيجي له حاله كسل، فبيريح يعني بينام يعني، او بيحصل له خمول فما بيقدرش يكمل مذاكره. نقدر بقى ساعتها نديله دفعه كده، يعني زي ما بنقول كده حته كده يلا فوق بحاجه هو هيحبها وهيستلطفها جدا. اولا احنا في معتقد رهيب عند الناس ان اللب والمكسرات والحاجات دي حاجات بتتخن ونبعد عنها ومش عارف ايه. يا جماعه احنا عايزين نغير الفكره دي. انا يعني عايزه بالذات حته المكسرات واللب والحاجات دي الناس تبدا تاخد منها في الامتحانات اكتر شويه، لانها هتدي سعرات حراريه حلوه جدا، هتدي الاربع حاجات يعني، خصوصا لو انت مثلا بتقزقز لب ابيض مثلا عايز تاخد حاجه تتسلى بيها، وطبعا عايز نبعد عن العادات السيئه بتاعه التدخين وما الى، يعني مش عايزين نخش في القصه دي. انما لو عايز حاجه تتسلى بيها وتبقى صحيه هتاكل شويه لب ابيض، هيدوك الاربع عناصر اللي احنا عايزينهم، هيبقى فيه الزنك وهيبقى فيه المغنيسيوم وهيبقى فيه الحديد. الحاجات دي هي المحركات بتاعه المناعه عندك في جسمك، وهي دي المحركات بتاعه التركيز. انت لو عندك انيميا هيبقى عندك ضباب كده، يعني ما انتش قادر تركز، فانت محتاج ان انت تاخد الحاجات دي علشان تقدر تركز. فشويه لب ابيض بسيطه قوي ومش هتاخد مننا يعني تجهيز ولا حاجه. المكسرات ومش لازم الغاليه تبقى الفول السوداني، الحاجات دي بالذات فيها زي ما بنقول كده فيتامين اي، وفيها اوميجا 3، وفيها حاجات سيلينيوم. كل الحاجات اللي انا بقولها دي لو في اطباء بيسمعونا هيعرفوا انه هي دي محركات المناعه والانتي ديبريسنت او المضادات الاكتئاب اللي بتحرك جسمنا يعني. كويس. انا بقى هسال حضرتك على سؤال تاني او سؤالين الحقيقه في سؤال واحد. الفطار احنا عندنا اتنين، يا يقول لك لا انا ما اقدرش افطر خالص وانا رايح الامتحان، او الامهات تقول لك طب انا مش عارفه اديله على الفطار ده، خد مثلا كوبايه مشروب سريع وهو نازل، مش عايزه اقول اسامي، او اخد كوبايه القهوه الصبح على غير ريق ونزل من غير ما يفطر، اصل انا ما بعرفش اديله ايه فطار، ما هو ما بقاش صغير هنزله بكيس سندوتشات مثلا من البيت وكده. فتنصحيهم بايه للي ما بيفطروش، وللي بيفطروا ياخدوا ايه الصبح وهم رايحين الامتحان؟ طبعا الجزء ده مهم جدا، والحقيقه كلنا مرينا بيه يعني في كل سنين الدراسه بتاعتنا، وكنا عارفين قد ايه وقت الامتحانات ده بنبقى مستربعين وعايزين ننزل ومش نايمين كويس. نصيحتي الاهم هي انه اولا لازم ننام على الاقل من 6 ل 8 ساعات في اليوم واحنا رايحين الامتحان. لو ما نمناش، ودي قصه شفناها كتيره جدا جدا، ما شفتش سؤال
جاوبت إجابة تانية خالص غير اللي أنا عارفها وحافظها ومذاكرها كويس جدا. في حاجات بتتفقد مننا كتير جدا لو ما نمناش القدر ده. يبقى أولا ننام من 6 ل 8 ساعات، ومش مهم خالص الساعتين اللي أنا هراجع فيهم بالليل دول، لكن الأهم إن أنا أنام عشان مخ يقدر يعني يسترجع الحاجات اللي أنا ذاكرتها. دي حاجة. الحاجة التانية الفطار الصبح، في ناس بتبقى من كتر يعني احنا مش عايزين نعمم القصه لانه دي بتبقى حاجه انديفيدوالايزد قوي، ولكن ابسط حاجه ممكن اخدها الصبح حتى لو الناس اللي هي بتتوتر او ما بتقدرش تاكل حاجه بيجي لها مثلا اسهال او كده، ابسط حاجه ان انا اخد 3 تمرات الصبح، ولو اقدر اخد معاهم اي نوع من انواع الالبان، يعني علبه زبادي صغيره، حته جبنه صغيره، او نوع من انواع البروتين زي ما قلنا بضايه في ربع رغيف صغير قوي لو حد مش عايز ياكل. دي اسرع حاجه ممكن ناخدها مع كوبايه شاي اخضر. بيتهيألي ده احسن حاجه ممكن نعملها الصبح واحنا رايحين الامتحان. هتديني طاقه، التمر هيديني طاقه، البروتين سواء حته الجبنه الصغيره او البيضه الصغيره دي هتديني البروتين اللي انا عايزاه. في نفس الوقت الشاي الاخضر هيديني تركيز وهيديني ريلاكسنج مود. لو حد بقى يقدر ان هو ياخد الفنجان القهوه ده الصبح ومش بيزيد التوتر عنده او بيزيد، لان في ناس ضربات قلبها بتزيد او كده، لو حد يقدر ياخده اوكي الصبح هيزود طبعا التركيز بتاعه وهيحسن المود بتاعه جدا جدا على فكره. ولكن انا تحذيري من اللي حضرتك قلتيه، الحاجات السريعه دي احنا مش عايزينها خالص، اللي هي القهوات السريعه والحاجات دي مش عايزينها خالص، يعني ده مرفوض. انا بشكر حضرتك جدا جدا يا دكتور على النصايح اللي حضرتك اديتيها لنا النهارده. نتمنى انها ان شاء الله باذن الله اولياء الامور لطلبه الثانويه العامه ياخدوا بيها، والطلبه كمان يسمعوا نصيحه حضرتك، ولانها كلها سهله وبسيطه الحقيقه وفي متناول انه كل الاسر تقدر تعمل ده، وكل البيوت يعني اي مكان اختلفت الامكانيات او ظروف. كل الشكر للدكتوره منى عبد المطلب استشاري التغذيه ورئيس وحده التغذيه الاكلينيكيه بالمعهد القومي للسكر، نورتينا في هذا الصباح، وان شاء الله باذن الله في انتظار حضرتك قريبا تاني معانا، لان في موضوعات كتيره جدا مرتبطه بالتغذيه. بشكرك. كل مشاهدينا في هذا الصباح بشكركم جدا 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 على حسن المتابعه، وبشكر كل متابعينا على اكسترا نيوز. كده ان الاسبوع بالنسبه لي مع حضراتكم انتهى، وارجع لكم ان شاء الله باذن الله يوم الحلقه جديده وحلقه جديده من هذا الصباح. تحياتي لحضراتكم، اسماء مصطفى، اشوفكم على خير.